الباك جراوند دي تاني جات يا عمر. لو بجيبها واجيبها اعمل لها نفس الفيرتشوال باك جراوند اعمل لها انا. اقدر امشي الفيو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم جدا. اليوم دي الحلقه الثانيه من السلسله بتاعت علوم المختبرات الطبيه بين الطموح وتحديات التنفيذ. اليوم مع دكتور ياسين الفكيه من واقع تجربتي في البحث عن منحه الدكتوراه. فدكتور ياسين ممكن تستلم من هنا وتواصل طوال. شكرا خير يا دكتور ناجي، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. جاهز يا ياسين؟ صوتك شوية واطي. الصوت واطي. طيب خليك قريب للصوت، ما سامع كويس. تمام، ما مشكلة. أحسن؟ تمام. أحسن؟ أي أحسن أي. طب السلام عليكم ورحمة الله. الليلة سعيدين بلقاء الأخ الدكتور ياسين الفكي في تجربته في للدكتوراه ومرحلة البوست دكتوريت. وأي كادر من المختبرات يعني يتطلع أنه يكون في نفس الهدف والتارجت اللي هو مر به والأخ دكتور ياسين، أنه يعمل دكتوراه في الخارج عشان ما يتحصل على نولج جديد ومعلومات جديدة، وفوق لذلك أنه الإنسان يحلم بأنه يكون عنده فولوشيب في جهتين لدولتين مختلفين. فتفضل أخ الدكتور ياسين، يعني ورينا المراحل والمحطات المختلفة من حياتك، وورينا كل المراحل اللي خدتها في المراحل المختلفة لغاية ما وصلت هذه المرحلة. فتفضل وشكرا لك. شكرا جزيلا دكتور نادر، معلش. ونشكر الصوت يا ياسين، الصوت ما مسموع. معلش تعمل ميوت لنفسك لانه الصوت عالي شويه. الصوت يرفع الصوت بقطع. كويس، لكن تعمل ميوت لنفسك. تمام. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر دكتور نادر شكر جزيل على الدعوة والاستضافة. وأنا اسمي ياسين عوض الله عمر الفكي. أنا الحقيقة يعني مفروض يعني سعيد جدا زي ما قلت بالاستضافة. هتكلم بس باختصار عن المراحل الدراسية بتاعتي لأنه في حاجات كده كتيرة ما مهمة يعني، لكن في حاجات مهمة أنا داير أركز عليها. أنا الحقيقة زي ما بقولوا شهادة عربية، فمن مواليد المملكة العربية السعودية في مدينة الباحة، ودرست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدينة الباحة، وبعد امتحنت هناك للشهادة الثانوية العامة جيت السودان وتم قبولي في كلية علوم المختبرات الطبية جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. والكلام ده كان في عام 2005. في عام 2009 اتخرجت من الكلية في سنة 2009. في 2010 اتعينت في كلية المختبرات الطبية كمساعد تدريس. يعني في 2010. في 2012 نزلت الماجستير في كلية المختبرات برضو في جامعة السودان. الكلام ده في تخصص الأحياء الدقيقة. تخصص الأحياء الدقيقة. بعد ذاك يعني واصلت أو تم الترقية لرتبة المحاضر في الكلية. وبعد ذاك يعني بعد بسنة وحاجة زي كده عملت كرئيس للقسم بتاع الأحياء الدقيقة في كلية المختبرات الطبية. وفي عام 2015 في بدايتها حصلت على منحة من الدات اللي هي الجيرمان أكاديميك إكستشينج سيرفيس. المنحة دي يعني خولت لي إنه أقدر أمشي ألمانيا وأعمل الـ PhD في الـ Helmholtz Center for Infection Research اللي هو يعني كنت شغال في الـ Helmholtz Center for Infection Research، لكن الشهادة بعد ذلك حصلت عليها من الميديتسينيشة هوخشولة هانوفر اللي هي الميديكال سكول أو هانوفر ميديكال سكول.
وشغلي كان في البيولوجي بتاع الريجوليتوري تي سيلز او الخلايا التاء المنظمه اذا صح التعبير باللغه العربيه. وبعد ذلك يعني حصلت على وظيفه اللي هي بوست دكتورال ريسيرش فيلو في الانستيتيوت اوف اميونيتي اند ترانسبلانتيشن هنا في يونيفرسيتي كوليدج لندن. والكلام ده من شهر 9/2019 لحد الان. وحاليا يعني اهتمامي تحول من البيولوجي بتاع الريجوليتوري تي سيلز للبيولوجي بتاع الانيت ليمفويد سيلز او الاي ال سيز وسبيسيفيكلي في التايب 1 دايابيتس الاوتيميون ميديتد تايب 1 دايابيتس. فدي باختصار يعني زي ما بيقولوا المراحل اللي انا يعني زي ما بيقولوا من البدايه لحد ما وصلت هنا يعني الحمد لله. دكتور نادر ما اعرف اذا عندك اسئله ولا عايزني اسهب ولا عايزني الحقيقه طبعا المحطات مرت فيها سريع لانه كل محطه طبعا دايرين ناخذ فيها التفصيل. يعني اي انسان يعني دايرين نعرف انك بمجرد ما خلصت الماجستير كيفيه قدمت للمنحه عبر دات والاشياء التوابع اللي بيحتاجها لاي يعني طالب دائما بتكون فيها كويتشن دائما لينا نحن كاساتذه كيف اقدم منحه. ورينا المرحله دي وبعد ذاك تورينا مرحله البوست دكتور. تمام شكرا جزيلا. طيب انا حابدا يعني زي ما بيقولوا بدري شويه قبل كده لانه طبعا يعني ما في واحد الليله وبكره طوالي يعني بيقرر انه يسافر ويسافر الليله وبكره طوالي. يعني قبل الكلام ده لازم يكون في يعني زي ما بيقولوا مجهود لازم انت تبذله، والمجهود اللي انت لازم تبذله ده في النهايه يعني بينعكس لانه زي ما في متطلبات يعني عشان الواحد يمشي ويعمل ديجري برا. خلاص فاول حاجه طبعا يعني الواحد بدا في كليه المختبرات في سنه 2005 ويعني اكيد في كثيرين زي يعني بيقولوا انه دي ما كانت رغبته. فانا الحقيقه كليه المختبرات ما كانت رغبتي. ليه؟ ما لانه انا ما بحب المختبرات الطبيه، بس لانه لجهلي بالمجال يعني up to that point انا ما كنت بعرف حاجه اسمها مختبرات طبيه. however في النهايه الواحد يعني الحمد لله نزل في كليه المختبرات الطبيه في جامعه السودان بعد ما اخذوه، وحس انه لا المجال ده مجال جميل ممكن الواحد يبدع فيه وممكن الواحد يمشي فيه. لازم لكن دائما في يعني بعد فتره من الفترات تسال نفسك سؤال، هل انت يعني في المجال ده عايز تمشي وين بالضبط؟ ما في مشكلة إذا أنت المجال ما حابيه خلاص، لكن طبعا المجال ذاته عنده يعني بعد ما تعمل انفورميشن لنفسك وتعرف المجال ده هو أصلا يعني المزايا بتاعته هل فيه فرصة إنك أنت تتقدم أكاديميا أو عمليا ولا ما فيه، حتى بعد ذاك أنت بناء على الكلام ده بتعمل الديسيجنز بتاعتك. فالمهم أنا عشان يعني بس عشان ما أطول كثير عشان اسافر من اسنان في كليه المختبرات الطبيه يعني في البكالوريوس انتبهت لحاجه مهمه جدا اللي هي اهميه اللغه الانجليزيه. فاي واحد يعني بيسمع من الكلام ده اذا بس ما طلع من الكلام اللي انا هقوله ان شاء الله ما يكون كثير يعني الا بحكايه اهميه اللغه الانجليزيه وتجويدها دي كفايه يعني I cannot really underscore أو I cannot really overstress الأهمية بتاعت الموضوع ده. إنك أنت يكون عندك لغة إنجليزية ممتازة من ناحية بتاعت مخاطبة ومن ناحية بتاعت كتابة، لأنه يعني scientific journey بتاعتك بتحتاج فيها للغة الإنجليزية. ما عندك لغة إنجليزية زي الناس الكوميونيكيشن بتاعك حيكون يعني حيكون فيه مشكلة كبيرة، والمصادر كلها باللغة الإنجليزية، التعامل حيكون مع الناس كله حيكون باللغة الإنجليزية. فـ it's important إنه الناس كلها تعرف حاجة مهمة جدا إنه اللغة الإنجليزية دي هي الأساس. اللغة الإنجليزية دي هي بالنسبة لنا هي الأساس، أنت لازم تنتبه للموضوع ده. الناس دفعتنا يعني ويعني أنا بحييهم من هنا بيتذكروا انه في الوقت ده كانوا كنت يعني
ركز على الموضوع ده كتير جدا، حتى يعني من الحاجات اللي انا بذكرها يعني، واتمنى انه كل الناس الحضروا انه يذكروها، كان قمنا محاضره في عام 2008 كانت الجمعيه بتاعتنا بتاعت السنه الثالثه في حاجه المختبرات الطبيه، عن اهميه اللغه الانجليزيه وعن كيفيه تعلم اللغه الانجليزيه. والكلام ده كان في 2008، ولحد الان انا ممكن اكرر نفس الكلام تاني، يعني انه اللغه الواحد بيتعلمها بالاستماع، وتحاول تسمع different media. لازم يعني تحاول تسمع قدر الإمكان، لأنه الاستماع ده هو في النهاية اللي بيدربك، اللي بيخليك إنك أنت تقدر تكون ذخيرة لغوية. ذخيرة اللغوية دي بعدين بتنميها أكتر بالقراءة وبالكتابة. ف يعني زي ما أنا قلت وعيد تاني، ما في أهم من حكاية اللغة الإنجليزية. أي لغة تانية أنت ممكن لو عندك هواية تتعلم لغات تانية، لكن اللغة الإنجليزية مهمة جدا، لأنه هي الميديم حقت الميديم بتاعت الساينس. فأنا يعني بركز على الحكاية دي، وبدعو الناس كلهم إنه يركزوا على الحكاية دي، يركزوا على حكاية اللغة الإنجليزية. وعيد تاني وأقول it's never too late. بس ناس دكتور أنور مشهورين عندهم نادي المخاطبة بتاع اللغة الإنجليزية، ونادي المخاطبة ده فرصة جيدة جدا للواحد إنه to communicate in English and to practice the language. يعني خلينا نقول شنو throughout my journey, scientific journey، اللغة الإنجليزية كانت ملازمة لي، كانت مهمة جدا. يعني في الفترة حقة الحصول على المنحة لحد ما مشيت ولحد ما اشتغلت، الدراسة كانت عندنا باللغة الإنجليزية ما باللغة الألمانية زي ما الناس بيفتكروا. أكيد الساينتيفيك بيبرز كلها مكتوبة باللغة الإنجليزية. التيم اللي أنا كنت شغال فيه هو انترناشنال تيم، فيه ناس من اليونان، فيه ناس من الصين، فيه ناس من ألمانيا طبعا بطبيعة الحال. الكوميونيكيشن on a daily basis باللغة الإنجليزية طبعا. وأهم حاجة لازم ننتبه لها إنه الكوميونيكيشن ما scientific communication بس، حتى فيه daily life. ما أنت في النهاية الناس ديل هتشتغل معاهم ليل ونهار وأنت بعيد من أهلك، فلازم تكون علاقات. يعني في ما أكيد علاقاتك ما حتكون كلها في السودان وأنت عايش برا السودان. فإذا لغتك الإنجليزية ما جيدة ما ممتازة، أكيد طبعاً حيكون في مشكلة في الكوميونيكيشن، وأكيد طبعاً حينعكس الكلام ده على علاقاتك الاجتماعية. فدي دي دي حاجة مهمة جداً. الحاجة دي بتقودني لبعد ذاك موضوع الستاندردائز تيست. لكن قبل ما أتكلم عن الستاندردائز تيست، يعني الحمد لله الواحد يتخرج، أنا لازم هنا في الحالة في الوقت ده أنا أشيد طبعاً بالأساتذة في كلية علوم المختبرات الطبية في جامعة السودان، كلهم بدون فرز يعني بدان من الوقت ذاك العميد بروف حمودي أحمد سعيد وبروف مجاهد محمد الحسن كان رئيس القسم، وكل الأساتذة يعني الأجلاء درسونا. فطبعاً يعني كان وقت مهم جداً لتشكيل الشخصية الأكاديمية بتاعت الواحد، إنه يكون قدامه ناس بيدرسوه في مختلف الديسيبلينز في جميع المجالات. تشوف أساتذة قدامك طموحين بيدرسوا بهمة عالية. أكيد طبعاً الواحد كان بيتمنى إنه يبقى منهم، الحمد لله الواحد يعني ربنا يعني طبعاً مستحيل، طبعاً العين ما بتعلى على الحاجب، لكن ربنا الواحد أنعم عليه ويشتغل معهم فترة من الزمن. لكن يعني الطموح بيجي طبعاً أكيد من الأساتذة، ودي حاجة برضو مهمة، يعني إنه أساتذتك في النهاية أنت يعني لازم يكون عندك رول موديل. وبالنسبة لي أنا الأساتذة بتاعي كانوا رول موديلز. I have to specifically mention طبعاً دكتور الناجي، دكتور عبد الباقي الناجي الله يرحمه ويغفر له. حقيقة كان يعني very instrumental زي ما بقوله في المسيرة بتاعتي الأكاديمية. ودي أنا حاجة برضو بحب يعني أقولها للأساتذة كلهم طبعاً. أنا بالنسبة يعني العلاقة بيني وبين دكتور الناجي قبل حتى ما أبقى أستاذ وبعد ما بقيت أستاذ كانت علاقة يعني مبنية على الاحترام والتقدير، ودي حاجة مهمة برضو أنا بقولها للأساتذة يعني بيسمعوني، يعني إنه علاقتك بالطلبة كون إنه يعني هم دي علاقة لازم تكون علاقة زي ما بقول، ما أقدر أقول علاقة مقدسة، لكن علاقة مبنية على الاحترام ومبنية على التقدير. زي ما هم بيحترموك وبيقدروك أنت لازم تبادلون الاحترام وتبادلون التقدير. و you have to point out لهم إنه يعني بصراحة طبعاً الـ strengths
والويكنسز بتاعتهم وتشجعهم. يعني انا صراحه من الحاجات المهمه لازم اذكرها انه دكتور الناجي كان بيشجعني دائما، حتى لو كنت فرستريتد ومشيت له وقلت له مثلا حصلت الحاجه الفلانيه ما اشتغلت كويس في امتحان ولا وات ايفر، فكان بتلقى يعني زي ما اقول words of consolence، يعني هو بي بي يعني بيديك بيديك الكلمه الطيبه وبيشجعك، ودي حاجه انا بعتقد انها مهمه جدا من للاستاذ. ده غير انه طبعا يعني الواحد ما يعني ما عايز يتكلم كثير في الموضوع ده يعني، لكن بس يعني زي ما يقولوا ربنا يرحمه ويغفر له ومن انه الناس كلها تدعي له يعني. كان يعني كان من كان وقف يعني وقف معي زي ما بقولوا يعني وقفات يعني لا يتسع المجال لذكرها. من محاولته هو نفس يعني من غير تشجيع لي، محاولته هو نفسه لانه يعني to leverage on his connections، يعني برضه هو حاول انه العلاقات بتاعته الكونكشنز بتاعته حاول انه هو يعني زي ما بقولوا يعني يوظفها في انه شنو في انه انا القى طريقه انه امشي واهل نفسي فيرذر يعني. لكن يت اهم حاجه انا اعتقد انه اهم كونتريبيوشن هو يعني عمله لمسيرتي الاكاديميه انه هو اداني الثقه في انه انا اقدر ادرس المناعه. ف at the time هو كان ماشي يعني كان ماشي ليبيا وكان في مشكله في تدريس المناعه في كليه المختبرات، والوقت ذاك طبعا انا كنت اداب عملت الماستر، فهو يعني اداني الثقه وقال لي انت لازم تتعلم انك انت يعني تدرس الماده دي اذا انت عندك فيها عندك فيها الرغبه يعني. وانا حقيقه المناعه بالذات هي كانت واحده من السبجكتس اللي كانت very interesting بالنسبه لي، هو كان inspiration لكن برضو يعني أنا بالنسبة لي كانت المادة بالنسبة لي كانت حاجة very interesting وأنا حبيت إنه أواصل فيها يعني. لكن كون إنه أنا أخذ الفرصة إنه أدرس المناعة لطلابي وأنا بحييهم من هنا في جميع المستويات يعني في مستوى البكالوريوس وبرضو في المستوى بتاع تمهيد الماجستير، ده كان بالنسبة لي يعني حقيقة training جيد جدا إنه أمشي أقرأ وأستفيد أقرأ مواد جديدة يعني هي المادة ما جديدة بالنسبة لي، لكن أقرأ طبعا فيها يعني aspects جديدة بالنسبة لي، لأنه طبعا أنت being student ما زي طبعا يعني أكيد ما زي أنك أنت تكون أستاذ مسؤول من أنك أنت تدرس طيب what I have to say هنا برضو إنه في الفترة دي بعد ما أنا تخرجت طبعا ويعني هنا حقيقة يعني الورقة هذه بروف مجاهد محمد الحسن at the time كان عنده دور كبير جدا في إنه أنا طبعا يعني واصل في السلك الأكاديمي. وطبعا دي هنا حاجة مهمة لازم أي خريج يسأل نفسه at some point بعد ما يتخرج إنه هل أنا عايز أواصل في المجال الأكاديمي، هل أنا دار أبقى أكاديميك ولا أنا دار أواصل في المجال العملي. ما في طبعا ما في أي حاجة بتقول إنه أنت لازم تبقى كده ولازم تبقى كده، ما في حاجة بتقول إنه ده هنا ما بتنجح ولا هنا حتنجح. It's الحاجة دي just أنت بتحددها بناء على إمكانيات بناء على قدراتك وكذلك شنو وكذلك غير بناء على إمكانياتك وقدراتك بناء على يعني خبر زي ما بقولوا شنو إمكانياتك وقدراتك وبناء على الحاجة اللي أنت بتلقى نفسك فيها الحاجة اللي أنت interested فيها. أنا بالنسبة لي المجال الأكاديمي التدريس ومجال الريسيرش كان حاجة يعني تستهويني، وبالتالي طبعا بالنسبة لي كونه إنه أنا أتوظف وأتعين في كلية المختبرات في قسم الأحياء الدقيقة the time ده كان يعني من الحاجات من الهايلايتس المهمة جدا في حياتي الأكاديمية يعني. وبروف مجاهد محمد الحسن لعب فيه دور يعني كبير جدا undeniably يعني. طيب I have to mention حاجة تانية مهمة جدا اللي هي دكتور عبد الله عثمان
ودكتور عبد الله عثمان at the time كان في عام 2008-2009، نحن كنا في سنة رابعة، فهو جاء درسنا المايكولوجي. وأنا بذكر جيدا طبعا أنه دكتور عبد الله عثمان دعاني في الوقت ذاك، الكلام ده تقريبا في سنة 2010، للمايسوتوم ريسيرش سنتر، كان مشيت له هناك وقاعد يتكلم معي. و يعني frankly speaking دي من الحاجات اللي عملت لي orientation، يعني سألني من إنه هل أنا عايز أبقى researcher ولا ما عايز أبقى researcher، وأداني نصائح أنا لحد الليلة طبعا بذكرها وجزاه الله خير. النصيحة دي أنا برضو دار أقولها للناس هنا، يعني مهم جدا إنك إنت if you're gonna be a researcher، إذا أنت دار تبقى researcher لازم to define a research interest، لازم تحدد لنفسك interest، يعني لازم تحدد لنفسك إنك إنت مهتم داير تعرف عن الحاجة المعينة دي وعايز تدرسها. الكلام ده طبعا مهم جدا، لأنه بعدين يعني single most important factor اللي هو بناء عليه وبيقيموك ويعني بيدوك به ممكن يدوك به منحة مثلا أو ممكن يدوك به تمويل، هو طبعا أهم حاجة طبعا إنه تلقى post، تلقى position. عشان تلقى position يعني position، انت محتاج لحاجة عشان تلقى position، انت يعني البروفيسور اللي عايزك محتاج انه يعرف انك انت interested في الفيلد وinterested انك تجي تشتغل معه. ف if you're not interested in the field هو ذاته ما حيكون interested انه يجيبك، حتى لو كانت امكانياتك مهولة جدا. يعني خلاص احنا كلنا كبشر امكانياتنا بالمناسبة ما يعني ما مختلفة شديد من بعض، لكن الحاجة اللي بتخلي واحد إنه تبرسو فيلد معين يشتغل فيه ويواصل فيه ويبلغ فيه درجات كبيرة هي اهتمامه بالفيلد، رغبته في إنه يشتغل في الفيلد. فأنت you have to define a scientific interest، والنقطة دي أنا حاجة راجع تاني يعني لما أتكلم بعد شوية عن هنا عن الفترة. طيب الفترة بتاعت بعد ذاك بتاعة 2011 كانت يعني كان أنا عندي رغبة طبعاً في إنه أمشي وأواصل الدراسات العليا برا السودان، وده أكيد طبعاً ناس كثيرين جداً في الحالة دي، ناس كثيرين جداً طبعاً بيتفقوا معاي في يعني البنفيتس في إنه الواحد يمشي يدرس خارج السودان. خلاص انا ما حاتكلم عنها هسه كثير، حاتكلم عنها يعني في وقتها. فالمهم يعني انا من الوقت ذاك حسيت انه اذا انا دار ابقى ريسيرشر وتوب تير ريسيرشر زي ما بيقولوا لازم انه امشي اهيد نفسي خارج السودان، ودي حاجه مهمه لاي برضو واحد في السودان عايز يناي. اتس امبورتنت انك انت بما انك انت هتشتغل ريسيرش لازم تركز على انك انت تاخذ ديجريز تاهلك انك تشتغل الريسيرش. خلاص ف at the time امبارح بروف مجاهد محمد الحسن ذكر دكتور الحاج منصور، ودكتور الحاج منصور انا بحييه برضه من هنا في لندن، كان جا السودان زياره وقال يا اخي انا حساعدكم وانا عايز اساعد الناس ودي من الحاجات المهمه جدا. بروف مجاهد محمد الحسن قال له يا اخي نحن عايزين نودي طلبه عشان يمشوا يتاهلوا خارج السودان، فالحصل قال له خلاص اذا في طلبه حيتاهلوا خارج السودان انا ممكن اساعدهم في التقديم، لكن مهم جدا طبعا انه يعملوا شنو، يعملوا الريكويرمنتس. اهم ريكويرمنت يا جماعه دي حاجه مهمه جدا كانت اللغه الانجليزيه طبعا. I had to sit for one of the standardized tests، ودي نقطه هنا مهمه جدا. في 2011 امتحنت الايلتس، وبعد ما اخذت النتيجه كتبت بعد ذاك مليت الابلكيشن فورمز ورسلتها للدكتور الحاج، ودكتور الحاج هو مشى مشكور يعني جزاه الله خير، قدمها لبرنامج بتاع ماجستير في اليونيفرسيتي اوف سيري. لكن انفورشنتلي دي كانت اول ستامبلينج بلوك، يعني بعد ما تم قبولي يعني التويشن فيز طبعا كانت كثيره جدا، احنا قاعدين نتكلم عن thousands of pounds يعني آلاف الجنيهات الإسترلينية عشان الواحد يمشي يدرس الماجستير. وأنا معايا الوالد الوقت داك، فكنا بنتكلم عن إنه ها إحنا نأمن القروش دي من وين إذا أنا عايز أمشي. طبعا لا أخفيكم سرا، الواحد
اخترت جميع الابواب في الجامعه، مشينا في الجامعه، مشينا في وزاره التعليم العالي. الحاجه الوحيده كانت المتوفره، وهسه الناس اللي هم ممولين من التعليم العالي بيعرفوا الكلام ده، انه ممكن يدوك منحه جزئيه اللي هو بيدوك علاوه شهريه. العلاوه الشهريه دي فور سست يعني فور يعني عشان انت تعيش بها. والوقت ذاك ما كانت حاجه بتكفي عشان الواحد يعيش في لندن، ده غير انه التويشن فيز. يعني التويشن فيز كانت حكايه بتاعت 16000 جنيه استرليني كان الواحد المفروض يدفع، الوقت ده كانت حكايه بتاعت 80 مليون طبعا. الكلام ده في 2011. ف دي اول طبعا اكيد يعني I had to defer البوزيشن بتاعي، يعني كان القبول بتاعي unconditional offer. اخرته للسنه اللي بعدها، وبعد السنه اللي بعدها طبعا في النهايه يعني صرفت النظر عن الموضوع، لانه في النهايه لقيت انه دي قروش كثيره الواحد ما بيقدر يدفع. فدي حاجه مهمه انت لازم تنتبه لها، انك انت داير تمشي اي مكان لازم تنتبه لانه المصاريف الدراسيه، وهل انت حتقدر تدفعها ولا ما حتقدر تدفعها. خلاص يعني التمويل المفروض يدفع عليك او المفروض انت عن طريقه تمشي خارج السودان، ممكن يكون بيجي من اي مكان بالمناسبه، ممكن يكون جاي من الجامعه، ممكن يكون جاي من التعليم العالي، ممكن يكون جاي من اي مكان. لكن في حاجه مهمه لازم تنتبه لها، هل التمويل ده حيديك الفرصه انك انت تدفع الرسوم وفي نفس الوقت تقدر تعيش منه، ولا ما حيديك الفرصه انك تدفع؟ لانه الدراسه هي فول تايم، لازم يكون في تمويل كامل يدفع لك الرسوم وفي نفس الوقت تقدر تعيش منه. فمن الوقت ذاك طبعا انا بديت اركز على انه لازم افتش لمنحه خارجيه، وفي نفس الوقت اي كونسيدرت الترناتيفز غير المملكه المتحده. انا هسه ما عايز اقول لاي زول خلاص ما تجي بريطانيا مثلا، لكن الدراسه في بريطانيا مكلفه جدا على مستوى الماستر وعلى مستوى البي اتش دي. يعني if you're lucky and you get for example اي تمويل، اي منحه، في منحه مثلا بتاعت تشيفنينج مثلا اللي هي من الفورن اند كومنولث اوفيس من وزاره الخارجيه البريطانيه، they have to pay everything. If they don't pay everything بعد ده طبعا الموضوع بيكون ما فيه فايده. يعني اذا انت لقيت لك منحه بتدفع حاجه بسيطه وانت عليك تدفع الباقي، بتبقى مشكله كبيره بالنسبه لك. يعني فمن الوقت ذاك طبعا خلاص انا صرفت النظر عن انه امشي بريطانيا، وصرفت النظر عن انه يعني زي ما بقولوا غير امشي بريطانيا، صرفت النظر عن انه الواحد يعني يلقى تمويل من 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 السودان. يعني طيب دي 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 واحده من اهم النقاط. يعني انا بعتقد انه من بدري انا حسيت انه لازم افتش لمنح خارجيه، والمنح الخارجيه دي لازم تكون يعني فيها تمويل كامل، لانه اي حاجه اي نقص حيعمل لك مشكله بعدين في الدراسه. خلاص انا حتكلم بعد شويه باختصار عن الدراسه وشكلها كيف يعني، وعن الصعوبات اللي بتواجه الواحد، لانه اي واحد، لانه الناس كثيرين بيفتكروا في السودان انه خلاص لو الواحد مشى يعمل بي اتش دي برا معناه خلاص اموره وضحت وكده. لا، زي ما بيقولوا الغريق قدام. يعني انت كونك انت مشيت برا وسافرت برا ومشيت، حتشوف عالم جديد، ثقافه مختلفه، حتجيك كلتشرال شوك من البدايه. في نفس الوقت حتجيك if you will scientific shock، لانه حتمشي حتلقى اجهزه جديده، حتلقى حاجات كثيره ما سمعت بها انت قبل كده، لازم حتلقى نفسك انك لازم تتعلم كميه كبيره من الحاجات في زمن بسيط جدا. and you have to educate yourself، يعني لانه ما في زول حيقعد لك حيقول لك لا الحاجه دي سمي علي بكره، ولا اعمل لي الحاجه الفلانيه بكره، ولا لا. اذا عندك deficiency في حاجه لازم انت تغطي الديفيشنسي بنفسك، لازم تمشي انت تقرا بنفسك، لازم تمشي تعرف بنفسك. دي حاجه مهمه انا حاتكلم عنها برضه. طيب ف بعد ذاك يعني نقدر نقول في الفتره بتاعت من 2011 لحد 2014 تقريبا، انا كنت قاعد احاول القى تمويل او القى يعني زي ما بيقولوا بوزيشنز خارج السودان، والمحاولات دي كلها كانت يعني فاشله. يعني انا دار اركز على حكايه الفشل دي لانه هي مهمه جدا. خلاص لكن انا قلت انه المحاوله فاشله، ما كل الجيري بتاعتي كانت فاشله. يعني انت كل مره بتفشل في حاجه. يعني مثلا قدمت لجامعه البرتا في كندا في لماستر،
والوقت ده كان كنت طبعا خريج جديد، وكنت بالشهاده بتاعتي بتاعت الايلتس، لانه كنت داير زي ما بيقولوا حصل السوق يعني، لانه الشهاده بتاعت الايلتس عندها سنتين، بعد ذاك بيحصل لها طبعا يعني لازم تعيد الامتحان ثاني. ف at that time يعني قدمت للمنحه دي، او هي طبعا هو عباره عن بروجرام ادمنستريد من الجامعه، وده في النظام النورث امريكان كده يعني. القبول دائما بيكون شنو؟ بيكون يعني قبول مركزي. كيف يعني؟ يعني للماستر او للبي اتش دي، في الغالب هي بي اتش دي، القبول بيكون مركزي، يعني البروجرام نفسه بيقبل الناس كلهم، وبالتالي المنافسه بتكون من جميع انحاء العالم. خلاص، والناس اللي بياخذوا المنحه، اللي بياخذوا يعني بياخذوا البوزيشنز، يعني مثلا افرض سي ان هم عندهم 10 بوزيشنز، اخذوا 10 انفار، ال 10 انفار اللي بياخذوهم ديل اي واحد حيدوش حيدوه منحه كامله، حيدفعوا له هم التيوشن فيز، لانه في كندا برضه في تيوشن فيز كثيره، وفي نفس الوقت حيدوه شنو بعد التيوشن فيز؟ حيدوه بيرسري او حيدوه مرتب، يعني لانه الدراسه فول تايم، يو كانوت ورك during يعني ممكن تشتغل في العطلات ممكن يعني، لكن الكلام ده حيأثر على performance بتاعك، عشان كده مهم جدا انك تلقى تمويل كامل ما منقطع. انا بعيد الحكايه دي وبكرر عليها. فمثلا انا لما قدمت للناس ديل، اول حاجه عملوا لي ريجكشن، وحتى انا بتذكر في الخطاب اللي جابوه لي حق الريجكشن انه انا لازم to get a significant research experience عشان انا اقدر يعني أنافس. حتى من الحاجات اللي كتبوها لي في الخطاب إنه أو قالت لي، خلينا نقول قالت لي السكرتيرة بتاعت البروغرام، قالت لي even if you get a master's من السودان، الله أعلم إنك تتنافس عندنا هنا. دي الحاجة دي ممكن تكون شوك لناس كثيرين، لكن هو ده الواقع يعني. خلاص، هو ده الواقع. النقطة دي بتقودني لشنو؟ بتقودني لإنك أنت لازم، معناه انت لازم غير تقدم لمنحه، منحه كامله، يو هاف تو ديفاين انت حتقدم وين، يعني انت لايكلي ممكن تفوز، ممكن تاخذ المنحه وين. خلاص، ركز معناه مع شنو؟ مع الكومبيتيتورز بتاعينك. خلاص، يعني انا لما اقدم للانترناشونال بروجرام في امريكا مثلا، في يونيفرسيتي اوف ماساتشوستس مثلا، اليونيفرسيتي اوف ماساتشوستس ميديكال سكول دي مثلا، دي عباره عن يعني واحده من التوب سكولز مثلا. البروجرام بتاعهم بتاع الايمونولوجي لما تقدم له، حيكون مقدمين له ناس من جميع انحاء العالم. خد في بالك انه الناس المقدمين من جميع انحاء العالم ديل ناس ممكن يكونوا من الجامعه نفسها، او ناس مثلا من جامعات، زول واحد من هارفارد ميديكال سكول مثلا متخرج، او مثلا واحد عنده ديجري من 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 مكان في كندا مثلا، او مكان في المانيا، او مكان في سويسرا مثلا. في الحاله دي انت حتنافس الناس ديل. الناس ديل عندهم بروجرامز بتاعتهم معروفه، عندها سمعه معروفه، في نفس الوقت غير عندها سمعه معروفه، عندهم بيشتغلوا انترنشيبس مثلا، بيمشي الواحد يمشي يشتغل يعني مثلا انترنشيب في مكان معين، يشتغل له سنه مثلا في لاب. السنه في لاب دي بيدوا مرتب فيها بسيط، لكن بيتعلم فيها ريسيرش، بيكون في ريسيرش اكسبيرينس بيكتبها في السي في بتاعته. خلاص، ده غير انه الماسترز بتاعته، لو عندهم ماسترز، الماسترز بيكون اشتغل في لاب معروف، حتى لو ما في النهايه ماده بابليكيشن، بيكون اشتغل في لاب معروف، واللاب المعروف ده في النهايه طبعا حيدي وزن للسي في. سو معناها شنو الكلام ده؟ معناها انك انت هنا لازم تشوف منون الناس اللي حيقدموا للبروجرام ده، وانت حتنافسهم كيف الناس اللي حيقدموا للبروجرام ده. خلاص، وبالتالي معناه لما للوقت داك، بعد انا هسه قاعد اختصر لكم الحكايه بتاع 3 سنين من الريجكشنز، من الايميلز اللي هي ايذر ان انسرد ايميلز مثلا، ولا ايميلز جات انسرز لكن البروفيسور قال لي والله معليش انا ما عندي زمن، ولا مثلا انا ما بقبل طلبه، ولا مثلا البروجرامز تقدم للبروجرام وتجيب كل الحاجات بتاعتهم يعني الطالبينها، وبعد شويه ما يردوا لك، وتعرف انه بعد ذاك انه البروجرام ما شالوك فيه. خلاص، دي حاجه مهمه جدا. عشان انا بس يعني اكمل النقطه دي، في سنه 2014 انا قدمت للجراديويت سكول بتاعت الهيمهول سنتر فور انفكشن ريسيرش، اللي هو مشيت ثاني في النهايه يعني درست فيه، وما اخذوني. ليه ما اخذوني؟ لانه البروجرام هو انترناشونال بروجرام،
فيه أبليكانس، الأبليكانس من جميع أنحاء العالم، بالذات طبعا يعني المنافسة أكثر حاجة من الصين ومن الهند. المنافسة الكبيرة دي طبعا من جميع أنحاء العالم دي أكيد طبعا of course يعني أضعفت الـ 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 يعني أضعفت الفرص بتاعتي في إنه أنا ألقى التمويل. لكن بعد بسنة رجعت تاني المعهد ده، نزلت فيه، أنا هحكي لكم كيف. وفي النهاية عملوا انترفيو في نفس الجراد سكول، وفي النهاية درست في نفس الجراد سكول، لكن هوريك الطريقة كيف يعني للكلام ده. في نقطة هنا مهمة جدا بالنسبة للستاندردايز تيست. وفي ناس كثيرين يعني مثلا لما الواحد يكون داير يمشي مثلا يدرس في ألمانيا، أو لما الواحد يتكلم على الدراسة في ألمانيا، طوالي بخد في باله إنه الدراسة في ألمانيا دي يعني معناه باللغة الألمانية، أو معناه محتاجين لآيلتس، أو محتاجين لكده أي واحدة من الستاندردايز تيست. رقم واحد، أنت you have to inform yourself. أنا النقطة دي بعيدة، لأنه يعني في كريتيسيزم كبير جدا يعني أنا ما بقول لنا نحن كسودانيين، لكن لنا نحن كناس جايين من الميدل إيست، إنه نحن ما بنحب يعني نتعب عشان نلقى المعلومة، خلاص. والكلام ده وما أبرر نفسي، يعني أنا ذاتي نفس القضية، يعني I had to learn it the hard way. You have to inform yourself. يعني شنو؟ يعني أي معلومة قاعدة في الإنترنت، لو في منحة من 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 المنح أنت سمعتها، مثلا أنا قلت لك أخذ دراسة في ألمانيا ودراسة المنحة بتاعت الداد، خش الموقع شوف الكلام ده. الكلام ده قبل 20 سنة ما كان متوفر، يعني كان من الصعب جدا إنك أنت تلقى معلومات عن شيء معين. الآن حاليا بسبب الإنترنت وبسبب وجوجل، يعني جوجل زي ما يقولوا الألمان جوجل فايس ألس، يعني جوجل عارف أي حاجة. فأنت you have يعني استخدم جوجل، خش المواقع الريليفنت يعني websites، inform yourself لكل المطلوبات. لو قالوا دايرين IELTS الباند سكور بتاعه كده الكلام ده، انت يعني ما تستنى زول يقول لك يا اخي فت وريني، ما تستنى زول يوريك، ما تقول للناس وروني. طبعا اكيد ما كل حاجه الناس بتعرفها، يعني اكيد ما كل حاجه مكتوبه، صح؟ في حاجات كثيره ما مكتوبه، يعني في خبرات الناس ما مكتوبه. انت هنا بعد ذلك ممكن تسال، لكن there are things that are available، في حاجات كثيره يا اخواننا شنو متوفره. الوفره بتاعت الحاجات دي يا اخواننا بتخلي انه يعني الوفره بتاعت الحاجات دي بتخليك انك انت عندك duty to yourself، انك انت تمشي تعرف الحاجه، تمشي تقرا، تمشي تشوف وين الحاجات دي، المعلومات اللي انت محتاج لها. يعني مثلا whether انه في standardized test معين مطلوب، هل محتاجين للغه المانيه، هل الكورس ده مثلا، هل المنحه دي محتاجين فيها مثلا، لانه المطلوبات دائما بتكون كثيره جدا في المنح دي يا اخوان. يعني مثلا sometimes الناس دي بيكونوا طالبين زي medical examination من 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 من, من دكتور معين، معناها لازم تمشي للدكتور المعين، ولازم الدكتور يكون عنده ختم معين، لو ما عملت كده ما حتتقبل، خلاص. محتاجين مثلا لتو ريفرنس ليترز، منو الناس اللي ممكن تو اكت از ريفرنسز، منو الناس اللي انت ممكن تسالهم، هل حيسلموا في نفس الوقت ولا حيسلموا في الوقت، هل الريفرنس ليترز دي كونفيدنشال، في الغالب بتكون كونفيدنشال، يعني سريه، سري للغايه زي ما بقول، ما المفروض انت تشوفها، المفروض حاجه ما بين الريفري بتاعك انت وما بين الاورجنايزيشن اللي انت مقدم لها، بغض النظر عن الاورجنايزيشن. فالحاجات دي كلها يا اخواننا دائما بتكون موجوده، وكل المواقع دي بتكون الحاجات دي موجوده من البدايه للنهايه. هسه ليه لو خشيت موقع الداد عندهم حاجه اسمها سكولرشيب داتابيس، داتابيس كبيره جدا لكل الفاندنج اوبورتونيتيز في المانيا. اكتب daad.de خلاص، خش السكولرشيب داتابيس، اكتب انت في السودان الفيلد اللي انا شغال فيه وكده، الديجري انا دايره كده، داير تمويل ان كونتري، داير تمويل ان ريجن، لانه عندهم الداد عندهم فاندنج سكيمز كثيره، ممكن يمولوك في بلدك، ممكن يمولوك في يمولوا مثلا ريسيرش ستاي في بلد واحده من الدول القرن الافريقي، مثلا تنزانيا، كينيا، عندهم ريسيرش سنترز ممتازه يعني، والداد ممكن تمولك في الشورت ستاي دي، او دايره تكون فول تايم في المانيا مثلا. الحاجات دي كلها بتلقاها هناك، كل الريكويرمنتس، كل الحاجات اللي انت محتاج لها دي موجوده هناك. لكن
قبل انا ما اتكلم عن الملحه دي وانا وصلت لها كيف، انا في نقطه مهمه هنا دار اقولها للناس. لازم انت بتقدم، لازم تعرف الناس اللي انت بنفسك. عشان كده انا from that time يعني من الريجكشنز الكثيره دي وصلت لحاجه معينه، انه انا اذا قدمت لانترناشونال بروجرام في الغالب ما حتقبل بالكواليفيكيشنز بتاعتي. طيب حتقبل كيف؟ حتقبل اذا قدمت لبروجرام التنافس بيكون بيني وبين الناس اللي في بلدنا اللي هم الايدكيشن بتاعهم تقريبا واحد، او ناس مثلا في الريجن. عشان كده عملنا شنو في الحاله، عشان كده انا عملت شنو في الحاله دي، طوالي اهتميت بالسكولرشيبس الاوفرد للناس في السودان، وفي مجموعه من السكولرشيبس زي دي اوفرد للناس اللي في السودان. خلاص في الوقت ده كان قدمت كان للمنحه بتاعه الفول برايت، كنا تقريبا احنا الدفعه الثانيه، والمنحه بتاعه الفول برايت كان بتتيح لي انه امشي سنه في امريكا ريسيرش ستاي او كان اعمل ماستر، لكن في الوقت ده كان الاهتمام بتاعي انه اخذ بي اتش دي. فالذو انه انا نومينيتد وفي النهايه يعني اخذوني من المكان، ان احنا كان اخذونا ثاني ثلاثه تنفار، اعتذرت لانه الوقت ده كان لقيت المنحه بتاعت الذات. لكن داير اقول حاجه مهمه جدا، واحده من اهم الاسباب على اللي قال انا بقدر اقول انه خلتني انه ممكن اختاروني في منحه زي منحه الفول برايت، الذو انه انا ما مشيت يعني، كان الريسيرش فوكس بتاعي. خلاص عشان كده ناسي بعيد واكرر ثاني، إذا أنت دار تبقى أكاديميك وداير زول يقبلك لازم to demonstrate interest، والinterest بيحتاج إنك تقرأ. خلاص أنا مثلا من الأسئلة اللي كانت يعني interesting بالنسبة لي، هي حقيقة interesting لحد يوم الليلة يعني، وهو سؤال كبير يعني، خلاص اللي هو العلاقة مثلا ما بين viral infections والautoimmune diseases. خلاص في body of literature suggesting إنه مثلاً في مجموعة من viral infections زي الكوكساكي virus infections زي الميزلز ممكن تؤدي أو ممكن تكون causative لمجموعة من autoimmune diseases، ففي علاقة يعني في correlations. خلاص أنا بالنسبة لي ده كان حاجة intriguing يعني mechanistically لسه الناس ما عارفين هل أو يعني خلينا نقول correlation، في correlations يعني في علاقة، لكن ميكانيستيكلي الموضوع ده كيف، هل يعني هل on يعني on a molecular basis ولا cellular basis، هل في علاقه ما بين الفيرال انفكشنز والاوتوميون ديزيزز اللي هي العلاقه ما بين التهابات فيروسيه معينه وما بين امراض المناعه الذاتيه. الكلام ده ما كان معروف. انا بالنسبه لي مثلا ده كان حاجه انتريجينج يعني، خلاص سؤال مهم، سؤال كبير، سؤال زي ده ممكن انا اقعد فيه عشرات السنين، ما ضروري انه انا اكون عارف السبيسيفيكس بتاعه الموضوع ده، لكن في النهايه بالنسبه لي ده كان حاجه انتريجينج. وانا عشان كده بقول لك يو هاف تو ديفاين ا سيرتن ريسيرش انترست، يعني لازم يكون عندك شنو، يكون عندك اهتمام بحثي بحاجه معينه. الاهتمام البحثي ده خلاص قد يكون بحاجه كبيره شديد، زي ما تقول انا مثلا انترستد في الفيلد بتاع الابي جينيتكس، خلاص ما خلاص في النهايه انت انترستد في الفيلد ده، ما بالضروره تكون specific questions زي انا سالت من نادي. الانترست ده في النهايه بتترجمه انت في شكل في شكل كتابه لما تيجي تقدم. يعني مثلا كان مطلوب مننا personal statement، انا بالنسبه لي او برضه research interest document. الموضوع ده بالنسبه لي ما كان صعب جدا انه اكتبه، ليه؟ لان انا كنت عارف انا مهتم بشنو، عارف انه في studies بتتكلم عن الموضوع ده، وكتبت انه والله انا عايز الحاجه دي، انا عايز ادرس الحاجه دي. الموضوع ده افادني في النهايه. ليه؟ لانه ال 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 يعني في النهايه لما انا يعني كتبت الريسيرش انترست يعني في ال في ال في ال في الستيتمنت بتاعتي في الانترفيو، سالوني من الحكايه دي، وبعدك حتى لما عملوا لي بليسمنت، البليسمنت برضو كان لبروفيسور هو عنده اهتمام بالمجال ده، وقال انا فعلا الزول ده عنده اهتمام بالمجال ده وانا برضو مهتم بالمجال ده. الاهتمام ده هو في النهاية يعني الاهتمام بالمجال ده هو في النهاية يعني اداني فرصة انه يحصل لي placement في مكان كويس. خلاص لكن انا بالنسبة لي يعني كون انه امشي امريكا كان less interesting. I have to say الموضوع ده فادني في حاجتين. الحاجة الاولى انه السفارة الامريكية دفعت لي الحق الستاندردائز تيست، لانه كان مطلوب انه امتحن التوفل والجي ار اي، امتحنت التوفل، وثاني بعدها بشهر ولا بشهرين امتحنت الجي ار اي والجراديويت ريكورد اكزامينيشن،
ولقيت فيهم درجات كويسه الحمد لله. لكن يلا بعدك حاولت استخدمهم عشان اقدم بهم ل ل ل ل جراد سكولز في امريكا، مع انه انا برضو كان يعني كنت نومينيتد في الفولبرايت، لكن انا كنت داير اعمل بي اتش دي، فبالتالي قدمتها ووصلت للانترفيو في مكان في مدرسه معينه، كان في سنسناتي تشيلدرنز هوسبيتال ميديكال سنتر، كان عندهم برنامج بتاع ايميونولوجي ممتاز. وصلت هناك يعني للفاينل فيز بتاعت الانترفيو، لكن في النهايه اي جوت كيكد اوت از اولويز، يعني انا ما عديت الريجكشنز اللي انا حصلت عليها، انا متاكد انها حتكون كثيره شديد يعني. الايميل بتاعي لا يشهد على الكلام ده، لكن يعني اي جوت كيكد اوت اند ايفينشولي يعني عرفت طبعا في النهايه انه يعني اختاروا 5 انفار، لانه طبعا البروجرام زي دي برستيجيوس، وغير انها برستيجيوس طبعا هي فولي فاندد، لانه اي واحد بيختاروا في البروجرام ده حيمولوه. وطبعا البي اتش دي ان نورث امريكا ما زي في ان يوروب، ما محتاج لماسترز، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه البروجرامز دائما بتكون هي يعني سنترالي ادمنستريد، يعني دائما القبول، ما في بروفيسور بيقبل له طالب براو، لا لا اي طالب لازم يقدم للجراد سكول اللي هي للمدرسه الدراسات العليا مثلا، و بتنافس الناس كلهم، بيشوفوا كل الحاجات، عندهم ريكويرمنتس من سكور معين في التوفل، سكور معين في الجي ار اي، جي بي اي معين من 4 مثلا، ما اقل من 3 او ما اقل من 2 وحاجه، ما عارف انا يعني حسب السكول انت تشوف الحاجات دي كلها. هاويفر يعني واحده من المشاكل انك انت في امريكا ما حتقدر تقدم لجامعات كثيره، لانه طبعا عندهم ابلكيشن فيز اللي هي نون ريفاندد، يعني ما برجعوا عليك لو ما شالوك، ممكن تكون $70 ممكن تكون $100، بتختلف من جامعه لجامعه. والدراسه في امريكا طبعا يعني هي اكسلنت، ممتازه جدا، البروجرام بيكون يعني بيمتد لسنوات، لانه انت بتجي فريش من الـ من الـ من الباتشلر، او ممكن يكون عندك اونرز ديجري، وتمشي وبتشتغل السنه الاولى، لازم يكون في كورسات، بعدك ثاني بيكون في لاب روتيشنز، بعدك تاني بتمتحن candidacy exam، بعد ما تمتحن إذا نجحت، كمية من الناس بيقصون في الامتحان ده لأنه بيكون صعب، لكن إذا نجحت بعدك ممكن تعمل rotations وتختار اللاب اللي انت عايز تشتغل فيه وتشتغل فيه. at the time كان عندي masters يعني الحمد لله، يعني لأنه يعني بعد ما وصلت لمرحلة معينة يعني لقيت نفسي انه I have to think يعني يعني عندي ماستر خلاص، بما انه عندي ماستر معناها شنو؟ معناها انا يعني عندي some qualification يعني، وبالتالي اذا كان انا يعني هل امشي مثلا الولايات المتحده الامريكيه وابدا من البدايه يعني، ولا احسن لي امشي دوله في اوروبا they would recognize الماستر بتاعي واشتغل. فبالتالي طبعا دي كانت الاستراتيجيه كده. طيب كيف انا وصلت في النهايه لانه اقدم للمنحه بتاعت الداد؟ زي ما قلت لك المنحه بتاعت الداد زيها وزي بتاعت الفولبرايت، زيها مثلا زي المنحه بتاعت الام اي اكس تي بتاعت وزاره الخارجيه اليابانيه، في سويس اكسلنس سكولرشيب، من بتلقى دائما المعلومات في السفاره السويسريه، انا ما عارف اذا شغالين لسه ولا وقفوا. في منح ثانيه من جامعات من 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 حكومات ثانيه، المنح دي هي الافضل بالنسبه لنا نحن. انا ما بقول، انا ما بقول للناس ما تقدموا لاي حاجه اوفر برا، لا قدم خلاص، قدم if you have the time and if it's not expensive قدم ليه لا، لكن where to put the effort، يعني ده السؤال هنا، انت حتخد جهدك وين؟ هتخد جهدك وهتخد كل امكانياتك وين؟ هتخد، انا بالنسبه لي تخدها في الحاجات اللي هي انت ممكن تنافس فيها، او يعني المنافسه بتاعتك ممكن تدي في النهايه يعني ممكن يكون لها اثر، واللي هي المنح الاوفرد للسودانيز ناشونالز. خلاص المنح الاوفرد للسودانيز ناشونالز دي دائما تكون منح حكوميه ادمنسترد باي الامبسيز، يعني بيقوموا مش بيقوموا بالسلكشن، طبعا السلكشن بيكون في كوميتيز يعني وكده، لكن اللي هم يعني بيعملوا الكول، بتقدم لهم الورق، بيعملوا الحاجات دي كلها، دي بتكون السفارات. ف انا حقيقه يعني زي ما بيقولوا باي تشانس او باي اكسيدنت، انا بالمناسبه عرفت بالمنحه بتاعت الداد، انا عارف انه الداد بتدي منحه كامله، لكن
at the time I wasn't really aware إنه أنا ممكن أقدم at this time point. كنت بدرس اللغة الألمانية في معهد جوتا, وبالنسبة لي الدراسة دي كانت يعني ما كانت يعني 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 كنت يعني out of interest, كنت بس بدرس اللغة الألمانية, ما كان عندي أي ما كان عندي أي plan at the time إنه أي أمشي أسافر ألمانيا وأقرأ في ألمانيا. فمشيت مع حد جوتا وكنا في واحدة من الكورسات في آخر الكورس, بتذكر أستاذ أحمد إبراهيم اللي بحييه من هنا كان بيدرسنا, وقام قال لنا إنه أي زول interested في منحة بتاعت الداد, منحة كاملة بيشيلوا كمية من السودانيين, وأي زول عنده ماسترز هو eligible to apply, اللي هي دي الدكتورال بروجرام in Germany اسمها كده, دل اسمها الأوفيشال بتاع اسمها DAAD دكتورال بروجرام in Germany. ف was really excited, يعني مشيت اتكلمت معه قلت له والله يا أخي أنا صراحة كنا عندي يعني interest إنه أمشي وكده. فقام قال لي خلاص السفارة بيجي واحد بتجي ليري منا اسمها سوزان, we can for example help you إنك تلاقيها. برضو كان في أستاذ عمر يونس برضو بحييه, وكان في محد جوتا كان هو أستاذ يعني هو دلالة إنه نمشي مع محد جوتا. قال لي يا أخي أنا ممكن أرتب لك إنك تلاقيها, هي عندها ساعة معينة فترة معينة بتجي فيها ممكن تلاقيها. وفعلا لقيتها وقالت لي الكلام, وصراحة الكلام اللي قالته لي عشان كده بعيد وأقول لك الكلام اللي قالته لي كان مفيد جدا وظريف, لكن eventually موجود في الانترنت عشان كده أنا بعيد وأقول لك إنه أي حاجة أنت عايزها الآن أي مين حاسي أنا قلت عليك لو عملت جوجل مشيت شفت الموقع هل هي أنت إليجيبل ولا ما إليجيبل, كل الحاجات فيه الإليجيبلتي كرايتيريا الريكوايرمنتس المطلوبة كل حاجة مكتوبة كل حاجة مكتوبة you have إنك أنت تفلفل الحاجات دي. فالمعلومة الآن بقت available لأي زول, عشان كده أنا بعيد وأقول لكم كده. At the time برضو نفس القضية مشيت للداد ليكتور, الداد عندهم واحد اسمه اللي هو الليكتور الليكتشرر يعني, وهو ده زول بيكون officially appointed من الداد, بيكون في دائما في كلية الآداب جامعة الخرطوم قسم اللغة الألمانية, والزول ده بيكون يعني مسؤول من إنه يعني ما بس تمانج الحاجات دي, هو عنده cultural roles كثيرة يعني عنده علاقة بالذات, لكن برضو من أهميته إني وعي الناس بال requirements للمنح المختلفة بتاعت الذات, وفي نفس الوقت إنه يعني زي ما بقولوا to administer الحاجة دي, لأنه في النهاية هو كان قاعد في الانترفيوز تقريبا الانترفيو panel برضو هو اللي بيعمل لها assembly. فا at the time برضو أداني كتيب كده فيه نفس الكلام مكتوب والحاجات دي كانت واضحة. طيب أنا هنا عايز أقول حاجة مهمة جدا عشان الناس اللي عايزين interested إنه يقدموا لمنحة الداد مثلا. If you are interested إنه تقدم لمنحة الداد, المنحة دي لحد الآن offered كانوا بشيلوا 3 أنفار من السودان كل سنة. I'm not pretty sure هسي بشيلوا كم, إن شاء الله يكون بعد مثلا بعد العلاقات اتصلحت مع ألمانيا إنه يكون الوضع أفضل يعني. However انت ما عليك بانه بشيله كم وما بشيله كم, انت عليك بانك انت تحدد الاولويات بتاعتك. اهم حاجه في المنحه دي انك تحدد position, يعني يكون عندك مكان معين حتمشي له. والكلام ده معناه شنو؟ معناه لازم يكون عندك موافقه مسبقه من بروفيسور خلاص انه يستضيفك, ما حيكون ملتزم هو قصادك باي حاجه غير البنش فيز الحاجات اللي انت بتشتغل بها في المعمل, لكن هو ما يعني ما ملتزم لك بالمرتب خلاص. ودي حاجه بالمناسبه يعني مهمه جدا, لانه انت when you communicate with the professor لازم تقول له الكلام ده, انت تقول له يا اخي اسمع انا دار اقدم للمنحه بتاعت الداد, واذا الداد يعني ادتني المنحه حقوم اجيك يعني. فانت يعني هل بتديني conditional offer انك to offer me a place في اللاب بتاعك based on بعدين انه انا القى المنحه دي؟ اذا الكلام ده الكلام ده بيشجع ناس كثيرين بالمناسبه, professors كثيره بروفيسورز كثيرين انه تو ريسبوند. ليه؟ لانه اخواننا في المانيا بالذات الدراسه اصلا مجان, ما في تويشن فيز, بتدفع 300 في 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 الثلاثه في السيمستر عشان يدوك الستودنت كارد اللي هي ذاتها فيها بطاقه مواصلات. فما في ما في الدراسه مجان في المانيا, لكن يعني اغلب بتلقى مشكله البروفيسور مشكلته تجاهك شنو؟ الالتزام المادي, لانه لازم يدفع لك مرتب, لانه صعب انك انت تجي من غير مرتب. فالبروفيسور هو ذاته عنده تمويل لبوزيشنز, لكن اذا انت قدمت للبوزيشنز دي, وفي ناس طبعا في ناس قدموا
في ناس عندهم بروفايل, في ناس انا بعرفهم من السودان قدموا لي بوزيشن زي دي واخذوها خلاص. I'm not saying إنه الكلام ده ما possible, لا it's possible إنك تتقدم لبوزيشن مثلا في بوزيشن advertised, أو ممكن تقدم لبروفيسور سايت تقول له يا أخي لو عندك تمويل أنا مستعد, أنا interested في الشغل اللي أنت شغال فيه وده وكده, أنا ممكن أجي ها رأيك شنو. فالكلام ده لكن بيعتمد على البروفايل بتاعك, هل البروفايل بتاعك strong enough إنه أنت تنافس كمية من الأبليكنتس اللي هم غالبا حيكونوا ألمان وقاعدين في ألمانيا ولا لا. طبعا اكيد حيعاين حيقول ده زول من السودان, وانا احسن لي في ناس من المانيا حيقول لا. لكن زي ما قلت لك في ناس من السودان البروفايل بتاعه ممتاز, عندهم strong publication record, اشتغلوا مع professors معروفين في السودان, عندهم علاقات, ديل قدموا واستطاعوا انه يعني انه يحصلوا على positions زي دي. لكن ده ما ساهل لناس كثيرين زي انا في الوقت ذاك. انا ما كنت بعرف لي زول في المانيا, ما كنت بعرف لي بروفيسور في ألمانيا, وبالذات الفيلد اوف انترست بتاعي انا ما كنت بعرف لي زول في السودان مش درس في ألمانيا. دي حاجه مهمه انا داير اقولها للناس اللي زيي يعني, والناس اللي هم الناس اللي درسوا في الخارج, حاول تو مينتين الكونكشنز بتاعتك, وحاول انك انت تو هيلب الستودنتس انه يستفيدوا من الكونكشنز دي خلاص. يعني شنو الكلام ده؟ يعني انا مثلا واحده من المشاكل بتاعتي بتاعت الريجكشنز الكثيره دي, وبرضه يعني لحد ما اقدر اقدم لمنحه الداد طبعا اكيد كان انا لازم القى بوزيشن, يعني لازم ارسل لبروفيسور ويقول لي خلاص تعال. اكيد اغلبهم في كميه كبيره ما ردوا اصلا, وفي ناس ردوا قالوا انا والله ما عندي بي اتش دي بوزيشن ات ذا مومنت, وفي ناس قالوا والله احنا ما عندنا زمن, في ناس ما ردوا, وفي ناس قالوا لي احنا نزلنا معاش خلاص. كتار جدا. انا لاحظت مثلا الأشقاء في جمهورية مصر العربية مثلا, ناس أنا شفت منه وناس كتار هناك بيساعدوا بعض جدا في الحكاية دي, عندهم connections, والconnections دي بيساعدوا فيها. يعني مثلا واحد كان من أصدقائي سيد وفا رحمة الله عليه كان عمل الـ PhD في اللاب بتاع العمل فيه, والـ PhD السوبرفايزر بتاعه في مصر, يعني السوبرفايزر بتاعه في مصر جاء عمل PhD ورجع مصر, ولما رجع مصر هناك عمل شنو؟ set this student into contact مع الزول داك, خدتهم مع بعض وقال لي خلاص انا, قال لي البروفيسور بتاعه قال لي والله انا عندي طالب مجتهد هنا وبتاع ممكن يجي وممكن تقدمه للمنحه, وقدمه للمنحه وجاء تمويل ومش عمل البي اتش دي بتاعته هناك. الحكايه دي عندهم هم كثير جدا. طبعا عندهم الكلام ده عنده سببين طبعا, لانه الحكومه المصريه هي ذاتها بتمول, عندهم من حداد المنحة بتاعت الداد ما زينا نحنا, بتدفع الحكومة المصرية 70% منها, الحكومة الألمانية بتدفع 30, عشان كده عندهم positions كثيرة. يعني نحنا لما شالونا في سنتنا شالوا 3 أنفار من مصر, شالوا 30 نفر. ال 30 نفر ديل الواحد فيهم 70% القروش بتجي من الحكومة المصرية, 30% بتجي من الحكومة الألمانية, لكن الحكومة الألمانية هي اللي بتعمل الادمنستريشن, يعني هي اللي بتزبطهم هناك, يعني بتعمل لهم التأمين, بتعمل لهم programs كده. يعني الحكاية دي احنا ما عندنا للأسف في السودان خلاص, ده رقم واحد. رقم اثنين, ودي صراحة يعني واحدة الحاجة الواحد يقولها, يعني نحن برضو يعني في خلال بالذات في حكاية العهد البائد ده 30 سنة ما في يعني كمية كبيرة من البروفيسورز بتاعيننا القدروا مشوا خلاص رجعوا, والكونكشن بتاعهم بقى يعني الحكاية دي ما بس الحكاية دي سياسية برضو, فيها السياسة برضو بتخش فيها, لأنه أنا معناه شنو؟ معناه أنا لازم يكون الجامعة بتاعتي عندها الانترست إنها تعمل شراكات مع الجامعات الثانية, لازم الحكومة بتاعتنا بعد ذاك في النهاية يكون عندها انترست إنها تعمل شراكات أكاديمية مع مع الحكومة الثانية دي, يعني زي مثلا ما بين الحكومة المصرية والحكومة الألمانية. الحكومة الألمانية مثلا مع حكومة المكسيك بدون 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 منح كثيرة شديد, حكومة بدو البرازيليين برضو منح كثيرة, بدو الإثيوبيين منح كثيرة جدا, ناس من إثيوبيا كتار جدا, أنا عندي أصدقاء منهم كمان كتار. لكن أكيد طبعا دي حاجة ما بنقدر نغيرها نحن. أنا بقدر أقوله إنه بالنسبة لكل الأساتذة اللي قدروا طلعوا كده, حاول to maintain your contacts, وحاول إنك تتسهل للطلبة, لأنه المعاناة اللي أنا عانيتها إنه شهور أو سنين أنا بقدم لبروفيسور عشان أقلي position عشان أقدر أقدم للداد, ما في response, ما في حاجة. هنا أنا مفروض برضو أقول يعني بروفيسور محمد الأمين حامد
يعني ارسل له التحيه من هنا، ساعدني مساعده شديده جدا. انا سالته نفس السؤال ده، انه كيف انا القى لي زول هناك في المانيا؟ قال لي حقيقه إن انا ما يعني الفيلد اللي انت اوف انترست بتاعك ده انا ما بعرف ليه فيه زول، لكن طلع ورقه وقلم، فتش ناس بروفيسورز المان شغالين في المجال بتاعك ده، واكتب اساميهم في ورقه، واكتب الايميلات بتاعتهم ورسل لهم. وانا كنت بعمل كده، كان عندي كراس كده، كل يوم بفتح الانترنت وافتح جامعه فلان، جامعه مثلا يونيفرسيتي اللي هي مثلا اوكاي مثلا اللي هي اليونيفرسيتي اوف هامبورغ ايبندوف، ال ام يو مثلا اللي هي لودفيش ماكسيميليانز يونيفرسيتي في 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 ميونشن، ما بعرف يعني بالطريقه دي عندي بروفايل بتاع اساسا مثلا دار اشتغل في المناعه مثلا، الانستيتيوت في ميونولوجي في ال ام يو فيه بروفيسور فلان وفلان وفلان وفلان، واي واحد مكتوب الريسيرش انترست بتاعه، مكتوب ايميله، مكتوب التليفون بتاعه. طبعا انت ما مشي التليفون يعني، لانه كمان يعني ارسل له ايميل، فانا كنت بكتب الايميلات وعندي كراس ومصنف فيه والكلام ده. فبعمل شنو؟ كل يوم برسل له حكايه بتاعت 5-6 ايميلات. خلاص بترسل شنو في الايميل؟ بترسل في الايميل as an attachment you attach your CV of course. خلاص والسي في بتاعتك لازم تكون يعني مختصره وتكون ممتازه في كميه من الورك شوبس بتاعت كيف تعمل السي في اوفرد من هنا مثلا من السودانيز ريسيرش انيشيتيف، ولا مثلا في الانترنت. يعني ما صعب انه الواحد يكتب سي في كويسه يعني. وانت داير برضو موتيفيشن ليتر. خلاص موتيفيشن ليتر دي مفروض تكون حاجه مختصره جدا برضو. انا يعني بروف محمد الامين حامد ساعدني في كتابتها جدا، وكون حاجه مختصره جدا، انا فلان الفلاني دي الباك جراوند بتاعتي، خلاص انا انترستد في انه اشتغل في الحاجه الفلانيه، الحاجه الفلانيه دي لازم تكون ماتشنج الانترست بتاع الزول انت مرسل له. لو انا مرسل لي زول لو زول بيشتغل في الريجوليتوري تي سيل بايولوجي، وانا قلت له يا اخي والله داير اشتغل معاك مثلا في البي سيلز ولا في حاجه تانية مختلفه، اكيد طبعا ما حيعين الايميل، حيقول الزول ده طاشي معنا ما عرفني انا ذاته شغال شو. يعني لازم تكتب في الانترست، لازم في when you define the interest بتاعك في الموتيفيشن ليتر لازم تكتب حاجه قريبه للانترست بتاع الزول ده، وتكلم ولازم بعد ذاك برضه you have to indicate ليه انت ماشي لللاب ده. دي حاجه مهمه دائما بيسالوا منها، انت ليه جاي اللاب بتاعي ده؟ بالتالي معناه انت لازم تكون عارف الابلكيشن ريكورد بتاعه، على الاقل لازم تكون عارف top 3 papers ولا top 2 papers. أقرأين باختصار يعني، حتى انت لو ما فاهم اي حاجة في الكلام ده أقرأ باختصار يعني، اعرف زي ما بقولوا شنو keywords. اللاب الفلاني بيشتغل في regulatory T-cells، بيشتغلوا في epigenetics بتاع regulatory T-cells، بيشتغلوا في التكنيكس مثلا بتاعتهم الكويسة اللي بيشتغلوا البايرو سيكونسينج، وعندهم كده وعندهم كده يعني. بس ال 1 2 top papers أقرأ الابستراكت، أعرف keywords. خلاص لازم طبعا تنتبه انه البيبر بتاعه البروفيسور المعين دائما يا اخواننا، دي حاجه برضو مهمه انا بنتبه لها في السودان، في كونفنشن طبعا في الـ في الـ في الـ في الـ في الاوثرشيب، يعني الاوثرز في الورقه العلميه في مجال البيولوجي. خلاص الزول بتاع الطالب اللي اشتغل المشروع بيكون الفيرست اوثر، الطالب اللي اشتغل المشروع بيكون الفيرست اوثر. خلاص بعد ذاك تاني بيجوا وراه ده كلهم يعني ما اقل الاقل في الاقل في الاهميه. يعني مثلا لو في زول ساعدك بتو اكسبيرمنتس في اللاب وهو زميلك بيكتب الثاني، بعد ذاك الثالث الرابع الخامس، بعد ذاك طبعا الناس اللي في النص ديل زول ممكن يكون الداكري ايجنت، مع انه هو زول الداكري ايجنت بس دي حقيقه ما المفروض يكون اوثر، لكن بتلقى الحاجات دي. طبعا في النهايه اللاست اوثر ده هو البروفيسور، بيكون هو اللاست اوثر، وبيكون فيه بيكون هو الكورسبوندينج اوثر. Corresponding author يعني شنو؟ يعني لو في زول عنده سؤال للورقة، داري يعرف تكنيك معين مثلا يتنشر في الورقة، عنده criticism للورقة، يعني مثلا شايف انه في حاجة في داتا مثلا ما واضحة، شايف انه في حاجة cannot be replicated مثلا، experiment not reproducible مثلا ما ممكن تعيده، you address the correspondent author. فانت بتكتب للcorrespondent اللي هو بيكون دائما البروفيسور. فانت طبعا يعني معناه بعدين الواحد ما بيفتش للاوثر لما تبقى الاوثر ليست، تعرف انه طوال الاوثر الاول ده هو اللي اشتغل البروجكت ده اللي هو الطالب او البوستوك الاخير ده ومعاه الcorrespondent، يعني هو دائما في الغالب الاخير هو الcorresponding author. طبعا السكند لاست
والسكند أو فيرست بهناك ديل برضو زي ما بقول يكون عندهم أهمية، يعني مثلا يكون في لاعب تاني يشتغل وعاونك في هنا، يعني مثلا يشتغلوا ربع الشغل مثلا، ممكن يكون ده هنا سكند لاست اللي هو ده البروفيسور بتاعهم سكند لاست، والطالب بيكون هناك سكند فيرست. في كو لاست اوثرز وكو فيرست اوثرز، وكو فيرست اوثرز ممكن يكون اثنين، ممكن يكون ثلاثة، ممكن يكون أربعة، حسب الكونتريبيوشن بتاعهم للشغل. دي نقطة مهمة أنا حبيت أقولها. فالكلام اللي قاله دكتور محمد الأمين حامد أنا مشيت به، وجبت ورقة، الورقة فيها لستة، لستة طبعا شغال واحد اثنين ثلاثة أربعة، كل يوم برسل لي خمسة ستة. وأهم حاجة برضو إنه يكون في الهناية كاتب إنه عندي references if you want to contact them. خلاص أنا هنا طبعا يعني بشكر يعني الأساتذة الأجلاء اللي هم served as references بالنسبة لي أنا. وواحدة من الحاجات اللي قالها دكتور عبد الله عثمان، قال يعني من الحاجات قال كل ما يفتح إيميله بيلقى ثلاثة أربعة أنفار مرسل له وعايزين يعرفوا، عايزين reference letters مثلا، ولا عايزين recommendation، ولا عايزين يعرفوا حاجة يعني. يعني عذبته عذاب شديد يعني، لكن جزاه الله خير يعني. ف هو الحقيقه ما يعني هو كان سيرف از يور ريفرنس، دي حاجه مهمه جدا. والحكايه دي طبعا حتتواصل معك لحد يعني as long as انك انت قدرت تعين في محل، people are gonna ask your references، حيسالوا الريفرنسز بتاعك. خلاص في المجال الاكاديمي يا اخوان الريفرنس ده هو نمره واحد استاذك اللي انت اشتغلت معاه مشروع، ده هم واحد، ده اكتر زول بيعتدوا به. زول اللي اشتغل معاك مشروع البكالوريوس اللي هو يعني اشرف عليك في البكالوريوس، الزول اللي اشرف عليك في الماستر، الزول اللي اشرف عليك في البي اتش دي، الزول يعني اي ريسيرش سوبرفايزر ده هم واحد، ده رقم واحد. اي زول اشرف عليك ان ديس كاباسيتي ممكن هناي از ان هناي. انا ما بقول اتس ذير ديوتي، هي في الحقيقه جزء من الديوتيز بتاعتهم انه هم تو بروفايد ريفرنسز اف ذي ار اسكد، يعني اذا هم زول سالون they should be available. لكن طبعا ما كلهم available، فعشان كده اتس امبورتنت تو اسك ان ادفانس. اسال الاستاذ الفلاني يقول لي والله يا استاذ انت اشتغلت معي كده كده كده، هل انت بتستعيد تعمل لي تبقى لي ريفرنس ولا لا؟ هو هيقول لك انه انا ام هابي تو دو سو. اغلب الناس بيكونوا طبعا هابي انه يعملوا الحكايه دي. ذاتس نمبر 1. طيب الثاني استاذ درسك. خلاص استاذ درسك، خلاص دي حاجه برضو مهمه يعني استاذ درسك. الحاجه الثالثه مشرفك في الشغل. خلاص مشرفك في الشغل، يعني مثلا انا الان حاليا شغال في هنا في يو سي ال، طبعا شغال تحت بروفيسور لوسي ووكر. بعدين مثلا بروفيسور لوسي ووكر دي هي الريفرنس بتاعي، اف يعني واحده من الريفرنسز اوف كورس بتاعتي، اكيد طبعا هكتبها في السي في بتاعتي، واكتب انا اشتغلت مع لوسي ووكر من كده لكده. بعد ذاك هي ويل بي كونتاكتد، لانه ده اكثر ناس يا اخواننا بيعرفوا قدراتك، لانه هي الفكره ما فكره بس الاسم. طبعا الاسم مهم، خلاص الاسم مهم، عشان كده انا دي حاجه حاذكرها بعدين انه انا كيف وصلت لانه لقيت البوست دوك بتاعتي دي. الاسم مهم، البروفيسور اللي انت بتشتغل معاه الريبيتيشن بتسبقك انت ذاتك. will make it easier for you انك انت تتعين، will make it easier for you انك انت تعمل اي حاجه. خلاص لكن of course they have to be honest، يعني الريفرنس بتاعك لازم يكون honest، لازم يتكلم عن القدرات بتاعتك، لازم يتكلم عن ال weaknesses if they are allowed to. لكن لازم يكونوا honest. خلاص يا اخواننا لازم يكونوا honest. ف انا دي حاجه بعيده يعني بقول للناس don't ask anyone to be your reference. ما يزول درسك ان شاء الله محاضره واحده بس تقول انه ريفرنس. انت ركز على الناس اللي انت ماشي ريسيرش بوزيشن، ماشي تعمل ريسيرش، يعني ماشي تعمل بي اتش دي معناه ماشي تعمل ريسيرش، معناه انت ماشي تشتغل بحث. من هنا الناس اللي ممكن تو ريفلكت بيست اون يور ريسيرش كابابيلتيز، اللي هم الناس اللي اشرفوا عليك في الريسيرش. الناس الثانيين درسوك ولا كده اي مايت نو يو، يعني انا ممكن اكون عارفك، انا درستك مثلا 7-8 محاضرات، اي بكون شايفك انت الزول ما شاء الله الزول النشيط ذاك اللي بيجيب الاقلام وبيشيل الطلب وبيشيل الاناي ما بعرف شنو كده. لكن I will never be able to judge your research capabilities, your time management skills، كل soft skills اللي بتطلب الريسيرش، يعني ما حقدر احكم عليها. يعني حيقدر يحكم عليها منو؟ الريسيرشر اللي هو السوبرفايزر بتاعك في الريسيرش. فدي حاجه مهمه جدا. فانا الحمد لله يعني كان
روح عبد الباقي الناجي الله يرحمه واحد من الريفرنسز بتاعني at the time وقدمته. طيب فأنا هسي ده الكلام اللي عايز أقوله لك. If you want to search يعني إذا أنت داير تعمل إذا أنت داير تمشي للمنحة بتاعت الداد, رقم واحد you have to define أو لازم تجيب invitation letter من professor. عشان تجيب invitation letter من professor لازم ترسل له motivation letter وترسل له السي في بتاعتك, وتكون الحاجة دي مختصرة جدا زي ما قلت لك, فيها أنت منو, الباكجراوند بتاعتك, الانترست بتاعك, ليه انت ماشي اللاب ده, وممكن في النهايه تضيف انت حتضيف شنو لللاب بتاعك. تقول له والله انا زول ديديكيتد, انا زول عندي الحمد لله جود تايب مانجمنت سكيلز, عندي كده الحاجات دي وعندي بليزنت بيرسوناليتي. ممكن يعني 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 انا ما بقول تكذب لكن طبعا يعني جدع يعني الدنيا دي فيها شنو. ف يو دو ذس والحاجه دي تكون مختصره لانه الناس دي ما فاضيين, الناس دي يا اخواننا ما فاضيين, وبالتالي ما تكتب معلقه ودايره ولا تكتب لك حاجه يعني منمقه شديد ودايره يقرا, لا اكتب له بس زي ما اقول دي والزيت يعني واحد اثنين ثلاثه وكده. بعيد واكرر اهميه اللغه الانجليزيه. إف لازم انجليزيك يكون مظبوط, لازم تكتب الكلمه دي بطريقه مظبوطه. اذا انجليزيك ما كويس which is fine خلاص, اذا انجليزيك ما كويس which is fine ask someone يعني اسال زول, لكن طبعا ما تقول لي اكتب لي طبعا دي كده ما جايه يعني. لو زول انت قلت له اكتب لي طيب ما خلاص ما يمش بدلك يعني, لا اكتب الحاجه انت, اعمل درافت رسله له وقول له يا اخي بالله انا داير تعمل لي بروف ريدنج وتوريني يعني او يعني تصحح لي تعديل لي, لانه يعني الزول الانجليزي كويس ممكن يساعدك في الحكايه دي لانه يا اخواننا اي خطا في الموتيفيشن ليتر ده اوف بوتينج, ده ممكن يكون يعني will create bad impression. وفي النهاية طبعا البروفيسور في النهاية انت تقول انا رسلت البروفيسور وما رد لي, دي ممكن تكون واحدة من الاسباب, جيت كتبت اسمه غلط ولا مثلا دير بدل مستر فلان بدل بروفيسور فلان كتبت مس فلان مثلا وهو يكون راجل, كتبت مثلا يعني او يعني كمية من التايبوز والاخطاء الاملائية اللي هي ممكن avoidable. وهسي الآن في كمبيوتر سوفتوير ممكن تستخدمها أنت عشان مثلاً to avoid إنك أنت تعمل embarrassing typos زي دي يعني, which is يعني typos ذاتها fine لكن طبعاً ما ممكن الكلام كله يكون غلط, الكلام كله يكون غلط ده بدي bad impression عنك وفي النهاية ده بكون واحد من الأسباب بيخلي إنه الزول ما يرجع عليك يعني. فتنتبه للحكاية دي, ترسل وما تيأس. الحكاية دي ممكن تأخذ شهر, ممكن تأخذ شهرين, ممكن تأخذ 10 شهور, ممكن تأخذ 10 سنين. If you feel like إنه ده الهدف بتاعك, you have to pursue it, you have to push for it. خلاص. وبعد ذاك هو رزق من ربنا. تقدر ترسل هنا وترسل هنا وترسل هنا. لكن زي ما قلنا لازم تكتب في الرسالة بتاعتك إنك أنت داير تقدم للمنحة عشان هو يعرف إنه ما عنده التزام عليك, وإنه إنك أنت لما إنك أنت ما حتجي إلا أنت جاي بتمويلك الكامل. أنت جاي بتمويلك الكامل. و دي الحاجة اللي أنا حصلت لي. أنا I contacted Professor يوخن هون, ويوخن هون واحد من يعني هو أنا ما كنت طبعا بعرف الحكاية دي لكن هو من الأثوريتيز يعني تقدر تقول في المجال الريجولاتوري تي سيلز وعنده ريبيتيشن يعني ممتازة جدا. رسلت له وقلت له أنا فلان الفلاني وكده وداير أشتغل في الريجولاتوري تي سيلز الريجولاتوري تي سيل بيولوجي, وقمت أنا ذكرتها optionally إنه والله يا أخي أنا interested حقيقة في العلاقة ما بين الفيرال انفكشن والريجولاتوري تي سيل ديفلوبمنت. ف يعني if you have time we could discuss this further. If إذا أنت ما عندك مشكلة أنا داير أقدم للمنحة بتاعت البي اتش دي وبعد ذاك I would be يعني honored if you could offer me a place. فهو يعني الحمد لله يعني رد طوالي قال لي يا أخي أنا شفت الرسالة بتاعتك و I thank you, وإذا أنت عندك فرصة أنا بتكلم معك via Skype. ودي برضو حاجة مهمة عشان كده أنا بعيد اللغة الإنجليزية يعني أنت في النهاية ما تكلم معي باللغة الألمانية, تكلم معي باللغة الإنجليزية. سألني من كمية من الحاجات طبعا, سألني من وأهم سؤال سألني لو أنت ليه دار تجي ألمانيا, أنت ليه دار تجي اللاب بتاعي. فا I had to show him إنه قال أنا عارف هو عمل شنو, لأنه أنا ما ممكن أمشي ليه زول وأنا ما عارف هو عمل شنو, معناه أنا ما عندي interest إنه أمشي ليه هو. So زي ما قلت لك وانت ماشي لناس لازم تكون عارف, لازم تكون عارف الناس اللي اشتغلوا شنو
شنو التوب بيبرز بتاعتهم، شنو التكنيكس اللي اشتغلوها وكده. طيب بس انا عشان ما اطول الكلام يعني انا ما هتكلم طبعا عن الدراسه ذاتها كان فيها شنو كده وصلنا فيها لحد وين وكده. But PhD is hard, especially PhD in biology is really hard. انا دي الحاجه بعيد واكرر يعني لازم تنتبه لها. It's يعني الحكايه ما بس انا مشيت ألمانيا وخلاص، الحكايه دي بتحتاج ل دكتور نادر ممكن كمان برضو يعني ينور الناس عن الحاجه دي يعني بما انه كان في السويد وكده. الحكايه دي صعبه جدا، انت هتشتغل ساعات طويله جدا، هتشتغل من الصباح لليل عادي جدا تبيت في المعمل. دي حاجه يعني ما 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 unheard of زي ما بيقولوا، pretty normal يعني انك انت يكون عندك experiment 20 ساعه ولا 24 ساعه تكون شغال واقف عليك هيك. Not only that but also يعني انت، ودي حاجه مهمه جدا، واحده من اهم الحاجات بتاعت الريسيرشر انك انت تكون بتعرف تجيب المعلومه لنفسك. في كميه من الحاجات يعني مثلا يقول لك والله يا اخي يجي مثلا بروفيسور يقول لك والله يا اخي عايزين نعمل ميجرمنت للسايتوكاينز بميثود بتاعت النايم مثلا باي ميثود من الميثودز، تكون ما سمعت بها قبل كده. معناها لازم تعمل شنو؟ معناها لازم تمشي تشوف اول حاجه الميثود دي هي وين، تو كومباني يعني ديفلوبت الميثود دي، الميثود دي مثلا الكيتس بتاعتها بكم، الجهاز عندنا ولا ما عندنا، منو في الكامبوس ممكن يكون عنده الجهاز. دي معلومات كلها، ما المعلومات دي انت بتلقطها صح، جزء منها بتسأل جزء منها بتشوف. You have to teach yourself لأنه ال PhD وال academic positions هي عبارة عن journey of self teaching. أنت بس بتعلم نفسك along the way لحد ما تصل للحاجة اللي أنت عايزها. والكلام ده يعني بينطبق على أي زول عمل PhD مفروض طبعا جوا السودان ولا برا السودان. أنا بس حاضيف حاجة بسيطة قبل ما أنا لأنه تكلمت كثير يعني قبل ما أجيب دكتور نادر، بس حاجة بسيطة اللي هي حكاية كيف وصلت لل post doctoral position اللي أنا فيه يعني. طيب في نقطتين مهمة لازم تنتبه لها. طبعا البابليكيشن دي أخوانا من أهم الحاجات يعني الكرنسي، زي ما قاعد كان بروفيسور بتاعنا بيقول لي يعني الكرنسي بتاعت الساينتست بتاعت الساينس هي البابليكيشنز، يعني دي الكرنسي اللي هي الناس بتشتغل بها. طيب الببليكيشنز ده ركز على حاجه مهمه، انها لازم تكون في peer reviewed journals. خلاص you have to avoid publishing in predatory journals. في كميه كبيره اخواننا من ال من ال من ال من ال predatory journals، انا ما اعرف دي بالعربي يعني شنو، مجلات ال ما اعرف predatory يعني مفترس، انا ما اعرف هنا تقدر تقول. المهم predatory journals دي كثيره جدا، you have to avoid انك انت to publish there. إذا أنت عملت الكلام ده بالغلط طبعاً وجيت بعدين ما عرفت، مثلاً أنا مثلاً قبل كده نشرت في مجلة زي دي وكانت يعني من الكريديتوري جورنالز، دي كان ممكن تعمل مشكلة كبيرة لأنه في أوروبا في توجه كبير لأنه يعني إنه يحاربوا الناس ديل، لأنه الناس ديل they publish against money، ما عندهم أي regard لل ما عندهم اي ريجارد يعني لانه هل الماتيريال اللي انت اديته لا عشان تو ببلش ذم، زي ما هنا قالت تبيان قالت فيك جورنالز، هم طبعا بيكونوا فيك. انت بصاحب بتخش بتشوف عنده موقع ويكتب لك امباك فاكتور من ما في، وبيكتبوا 4 وبيكتبوا 5 وبيكتبوا 20، وتلقى عندهم اسامي عجيبه زي انترناشونال جورنال اوف ما بعرف بلا 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 خلاص، ولا ما بعرف امريكان جورنال، هي تكون في الهند وهي امريكان جورنال. الواحد ذاته يستغرب يعني كيف هي امريكان جورنال في الهند، لكن هما they are really good، ممكن يعني يحنكوك بأي طريقة ويقول لك خلاص البابليكيشن فيه بتاعتنا $1,500، لكن لو جبت $200 احنا ممكن نعمل لك بابليكيشن. ولا هم من كده طبعا برضو في ناس كثيرين يقول لك انا والله جاتني ايميل انه والله قولي انشر معانا، ما في مجلة محترمة بترسل لزول ايميل بتقول لي انشر معانا الا اذا كان هو زول ده authority في الفيلد ودايرينه يدون ينشر لهم، داير انه مثلا يعمل سبميشن لريفيو مثلا، ولا مثلا يعني عندهم سبيشال ايشو مثلا جاي. خلاص ده في الحاله دي ممكن يرسلوا له، وهي المجله بتكون معروفه يقول له والله فلان الفلاني انت معروف في المجال ده بالله يرسل لنا، لكن ما في زول عادي يعني يرسل له ويقول له يا اخي اسمع عليك الله عمل لنا سبميشن. طبعا الحاجه دي كثيره جدا يا اخوان. خلاص ولو انا هسي بقول لك، لو انت لو داير تعرف طبعا انه هل البريديتوري جورنال دي هل هي بريديتوري جورنال ولا هل هي جورنال يعني محترمه، فتعمل شنو في الحاله دي؟ خش PubMed.
خلاص ما تخش ريسيرش سكولر، خش باب ميد او خش ميد لاين واكتب فيه اسم الجيرنال، ولا اكتب فيه مثلا الورقه لقيتها في جيرنال معين اكتب الاوثر ولا كده. شوف اي جيرنال اخواننا ما اندكست خلاص دي غالبا ما هنا. وطبعا البير ريفيو ده جزء مهم من الـ من الـ من من حكايه انه الجيرنال تكون محترمه، انه الورقه تترسل ويشوفوها ويطلبوا ويكون في البيرز ديل اللي هم عباره عن، لانه معناه لازم، ودي حاجه مهمه، ما ممكن ترسل ورقه لمجله وما يسالوك، ما يقول لك يا اخي ادينا بوتنشال ريفيورز، لا لازم يدوك بوتنشال، لازم بوتنشال ريفيورز تقول له وهم بيرسلوها للريفيورز، وبعدك بيجي كريتيسيزم بيكون كونستركتيف كريتيسيزم في الغالب طبعا. وهنا في الحاله دي انت بتقوم يعني most of the time you are asked to amend يعني لو حتى لو قبلوها بيقول لك لا لازم تعمل revisions minor revisions مثلا، ولا مرات moderate ولا substantial revisions. لكن ما ممكن انت ترسل الليلة بكرة يقول لك خلاص قبلناها، there's something wrong هنا. خلاص انا بقول كلام ده ليه؟ لانه انا او غيري يعني اكيد طبعا اتعرضنا للحكاية دي، و صراحة يعني كمية من الـ من الـ من الـ من الكورسز في السودان ما بتدرس الحكاية دي ولا بتوري، يعني ما بتوري مثلا الطلبة انه في البيولوجي الببليكيشن شكلها كيف، من وين الجورنالز المحترمة، الجورنالز الما محترمة، حتى الجورنالز المحترمة ذاتها. انا حقيقة اوثر مفروض اكون وين؟ دي حاجة مهمة جدا. انا حقيقة اوثر مفروض اكون وين؟ هل اكون فيرست اوثر؟ هل اكون انا اللاست اوثر؟ ده منو الكورسبوندينج اوثر؟ ده منو الحاجات دي؟ اهميتها شنو؟ الامباكت والامباكت فاكتور. خلاص دي حاجات مهمه لازم الناس تنتبه لها. يو كان ادجوكيت يور سيلف بس، لكن انا اي هوب يعني على الاقل انه في الكورسز الحاجات دي تو بي انتروديوسد عشان الناس يدرسون الحكايه دي. المهم يعني انا ليه قلت الكلام ده؟ لانه حاجتين مهمات بتتحكم في انك انت يو كان جيت ا بوست دكتورال سكولرشيب او بوزيشن، خلينا نقول، لانه مثلا انا في حالتي ما سكولرشيب دي. خلاص ليه انت اول حاجه بتعمل بوست دكتورال يعني ريسيرش؟ لانه اخوانا بي اتش دي لما تيجي تعمل بي اتش دي هتلقى انها دي البدايه يعني في اي حاجه، انك انت في النهايه اتعلمت التكنيك وتعلمت هاو تو بي ا ريسيرشر. لكن البي اتش دي ما غايه في نفسها، مستحيل تكون غايه في نفسها، يعني غايه في نفسها الا اذا قدرت تجدع بالتايتل يعني، which is يعني دي حاجه هنا. لا البي اتش دي هي عباره عن يعني سيرتيفيكيشن انك انت you can now ask scientific questions and ask them يعني بطريقة scientific، يعني بتسأل أسئلة محترمة وممكن تجاوب عليها بطريقة بطرق يعني محترمة في مجالك. خلاص دي الـ PhD كده يعني. ف انت في بعد ما تعمل PhD بيكون في يعني في زي ما بقولوا شنو، في يعني مفترق طرق انت عايز تمشي تشتغل وين. If you want to continue in academia you have to continue to train yourself to be an independent scientist. والكلام ده بيتم كيف يعني لازم تمشي تشتغل وتواصل في شغلك عشان تبقى independent scientist. فالكلام ده معناه لازم تمشي تعمل postdoctoral fellowships او jobs، في طبعا حسب الفندنج بتختلف يعني من محل لمحل. ف at that time انا برضو I decided انه خلاص انا اذا انا داير امشي اواصل في المجال ده وداير ابقى at some point independent scientist، يعني انا ذاتي يكون عندي لاب واجيب طلبه وكده، I have to continue ولازم يكون عندي اسم في المجال، لازم اواصل واشتغل في الكلام. فطيب if you want to get ال postdoctoral يعني positions، دي طبعا بتعتمد على حاجتين اساسيات. تعتمد رقم واحد واهم حاجه اللي هي النتورك بتاعك انت بتاع البوس بتاعك، وبتعتمد برضو على البابليكيشن ريكورد بتاعك انت ديورينج البي اتش دي ولا بعد البي اتش دي. طبعا في الغالب انت بتقدم ديورينج البي اتش دي عشان بعد ما تخلص تكون اوريدي عندك البوزيشن، اذروايز حيكون في جاب، والجاب ده يعني من ناحيه فاينانشال طبعا ما كويس، من ناحيه اكاديميك ما قد ما يعني حاجه يعني. ف مثلا انا في حالتي كنت محظوظ جدا. ليه؟ لانه المشرف بتاعي عنده علاقه كويسه جدا بالمشرف الاناسي شغال معاه، كلمته قلت له يا اخي نحن محتاجين لبوست دوك، عندنا بوزيشن فاتح ما لاقي لنا زول سوتابل. قام قال لا والله انا عندي ستودنت حيخلص قريب وما عنده مشكله يمشي لندن.
وفعلا يعني انا في الحكايه، انا بعدين يعني لما قدمت وعرفت الناس البروفايل بتاع الناس المقدمين معايا، انا كنت انسب واحد، لكن I wouldn't have known and certainly اذا ما كان مشرفي خط الكلمه السمحه ناس، انا يعني هي بالنسبه لي كانت معروفه، يعني انا كنت بعرفها من كتاب من البيبرز بتاعتها، لكن ما كنت بعرفها شخصيا، لكن مشرفي كان بيعرفها شخصيا. عشان كده انت برضو لما تمشي مكان معين لازم تمشي لزول عنده كونكشنز وعنده خبرات. الحاجه دي صعب بين ادفانس تعريفها، انا ذاتي ما كنت عارف انه يوخن مثلا عنده الكونكشنز دي. however يعني later on بتعرف اهميه الحاجات دي، فالريبيتيشن بتاعت البوس بتاعك والكونكشنز بتاعته، وانت ذاتك بتعمل كونكشنز، لانه انت ذاتك في الاربع سنين دي هتمشي مؤتمرات، هو هيوديك مؤتمرات، هتمشي تقدم شغلك في شكل بوستر ولا في شكل اورال برزنتيشنز، خلاص هيكون في كميه من الـ من الـ من الاوبورتونيتيز، لانه هيكون في برضه في يكون في سمر سكولز، بيكون في برضه اوتوم سكولز، بيكون في ورك شوبس، بيكون في كميه من الاوبورتونيتيز انك ممكن برضه حتى يكون في شغل مع، ممكن يكون عندك شغل محتاج له لتكنيك معين ما في الا في اللاب الثاني كده، البوس بتاعك يسهل لك انك تمشي هناك. دي كلها اوبورتونيتيز عشان انت تعمل نتورك في اثناء البي اتش دي، خلاص بتلقى نفسك انك انت في اثناء البي اتش دي يبقى عندك رصيد بتاع ناس بتعرفهم، potentially you can ask them. however you can also ask people say out of the blue في النهايه، لانه في النهايه زي ما قلت لك الهنايه بتاعت المشرف بتاعك عندها دور. يعني انا سالت ناس ومشيت انترفيوز في محلات، هم ما كانوا بيعرفوني انا شخصيا، لكن انا قلت لهم انا طالب عندي اخر، قال لي خلاص تعال. صح اي صح، in many of these circumstances انا I didn't get anything ولا حتى interview. sometimes I got interviews but this is how it goes. يعني this is دي الطريقه، يعني دي كده، يعني ده الساينس هو برضه لايف تايم اوف ريجكشنز، this is how it is. يعني فبرضه نفس القضيه، تمشي تقدم كده تقول لهم انا جاي من يوخن كده، لكن في النهايه بيحسبوا شنو ثاني من الحاجات. لانه انا برضه قدمت لبوزيشن في امريكا، والبروفيسور قال لي ايوه انا بعرف يوخن وكده، لكن قال لي انا الان حاليا ما عندي حاجه، بعد 3 4 شهور حيكون عندي بوزيشن اوبن، لكن داير منك انه يكون عندك فيرست اوثر بيبر خلاص. ودي حاجه مهمه جدا تحاول تطلع بها من البي اتش دي بتاعتك، تطلع من البي اتش دي بتاعتك ب 1 ب 2. انا قاعد اتكلم عن البيولوجي وعن الاميونولوجي بالذات، فيرست اوثر بيبر في اندكس جورنال. طبعا ما بالضروره امباكت فاكتور بتاعي يكون عالي ولا ناي، لكن تكون في جورنال معروفه للناس في الفيلد بتاعك عشان يقروها وعشان تسايتد في النهايه، حتى لو كان الشغل ما كبير شديد. يعني خلاص يا اخواننا، دي الحاجة المطلوبة منك، لازم يكون عندك first authorship. إذا ما عندك first authorship that's no problem، لأن الحاجات دي بتاخد زمن طويل، لكن eventually you will have to publish your work أو you have to try at least. دي حسب هنا. لكن في ناس طبعا المشاريع بتاعتهم ما بتنجح، الواحد بيطلع بـ PhD لكن المشروع بتاعه ما بينجح وما طلع بـ publication مظبطة، it's no problem. That doesn't mean أنك أنت ما ممكن تكون ناجح في حياتك الأكاديمية، لا بتواصل، بتمشي في البوستوك، بتحاول في البوستوك الاولى وفي الثانيه انك انت تشتغل في مشروع محترم وتطلع منه بفيرست اوثر بيبر محترمه. يعني الحاجات دي هي في النهايه ويل بيف ذا واي في النهايه انك انت يعني تمشي من البوستوك الاولى للبوستوك الثانيه، لانه اكيد طبعا انت حتواصل في البوستوك الاولى والثانيه لانه ان جنرال دي الطريقه كده، يعني عشان تبقى اندبندنت تمشي البوست دوك الاولى تطلع منها ببيبر محترمه في مجله محترمه، في تمشي البوست دوك الثانيه تطلع منها برضه ببيبر محترمه في مجله محترمه، بعد ذاك ممكن تقدم. لكن طبعا ده بيختلف على حسب الناس، ما واحد يعني في الحكايه دي، في ناس بروفايله ممتاز شديد من قبل البي اتش دي وجاوا البي اتش دي وبعد البي اتش دي بيحتاج بس لبوست دوك واحده بيبر محترمه ممكن يقدم بعد ذاك على طول. دي والحاجه دي طبعا برضو بتعتمد على الجوب ماركت وعلى الافيلابيلتي بتاعت البوزيشنز وعلى انت داير تمشي وين. هنا دكتوره عفاف قالت النشر مهم جدا، انه في الصين النشر شرط اساسي للتخرج. طبعا ده بيختلف من 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 بروجرام لبروجرام، من جراد سكول لجراد سكول وكده. يعني مثلا احنا عندنا ما كان مطلوب، لكن في جراد سكول ثانيه في نفس الجامعه في الميديكال سكول في هانوفر بتطلب من الزول انه ينشر على الاقل one first author publication. لو ما نشرتها لو قعدت 10 سنة ما بتتخرج.
عندي واحد صديقي في هولندا لو ما نشر 3 بيبرز في النهاية ما بيتخرج. دي بتختلف من مكان لمكان، في ناس بيحددوا حتى الامباكت فاكتور بتاع المكان اللي انت المفروض تنشر فيه، لكن ده بيختلف طبعا من مكان لمكان، وبيختلف من ريجوليشنز طبعا زي as always يعني. طيب انا تقريبا اتكلمت كتير دكتور نادر، بعد ده ممكن انت يعني لو عندك مداخلة ولا حاجة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. والله يعني حقيقة يعني رحلة جميلة جدا، محطات يعني ملهمة لكثير من الطلاب، فحقيقة الدروس المستفادة يا ياسين اللي هي موضوع التأهيل بتاع فيل ايلتس زي ما ذكرت، واضطريت انك تمتحن الجي ار اي، وده كله عشان تكواليفاي يور سيلف وتصل للمراحل السيوتابل بالنسبه ليك، عشان تكون تبقى انت زي الانترناشونال زي ما بيقولوا عندنا السويديين، يو ار انترناشونال ستودنت يو كم تو اس. فالواحد عشان يأهل نفسه لابد انه، لكن انا برضو ما دايركت تتطرق يعني دي كلها، ان احنا الواحد لما يعني تشانس بتاعت التشانس انه يطلع برا بيلقى مرات احيانا في شوك، خلاف انت اتكلمت عن التراديشنال والاشياء زي دي، لكن في شوك ذاته والجاب الكبير بينه وبيناتهم العلميه يعني. فالحته دي يعني مثلا زي انت مشيت اتجهت، معروف عندنا احنا في المجال بتاع المختبرات البارت بتاع السيل كلتشر ده ويك يعني، انا برضو طبعا اشتغلت جزء من الشغل بتاعي كان متضمن انه اشتغل شغل بتاع نيت اميونيتي، فكنا بنعزل البروبوجيشن بتاع السل. فبنلاحظ ان احنا معظم كليات المختبرات حتى الناس السبيشاليست ما عندنا موضوع السل كلشر ده يعني فيه ضعف كبير جدا جدا، خلاف البارت الثاني الادفانس تكنيك زي ما انت امبارح تفضلت مع دكتور او بروف مجاهد في موضوع الفولوسايتوميتر والاشياء دي، لانه احنا هناك الاجهزه كلها في الديبارتمنت اللي هو بيسموها الفاسيلتي كور انتو يو كان اولي ميك، بتلقى كل الموليكولر تكنيك، الشغل بتاع النورسرن وبلوتينج، الشغل بتاع الفولوسايتوميتر، حتى عندهم بروجرام سوفت غاليه. فداير النصايح المهمه اللي انت بتراه ينبغي ان تجود على اساس انه على الاقل الطالب بتاعنا اللي هو داري يمشي لشغل بتاع دكتوراه او كده او دراسات عليا should be in our syllabus يعني، لانه انت يعني لمحت او لمحت ما كنت واضح، لكن هي وضوح انه في جاب كبير جدا بين السيلابس والكورسات والبارت بتاع البراكتيكال والجاب بتاع الريسيرش هناك يعني، مع انه حتى الحياه الاساسيه دي موجوده في الاندر جراديويت هناك يعني. انا مشيت الكليات المتاخمه في جامعه لانش من يونيفرسيتي في الهيلز، نفس الكلشر ونفس البليت وكده، الادفانس ده عندهم سكشن معين في بعض الكورسات بيضمنوه عشان الطالب من يجي برضه في الكورسات الصيفيه هي كان دو زي السين. فدارك تتكلم عن البارت بتاع الجزئيه دي يعني. والله زي ما انت قلت يا دكتور نادر، الحقيقه في يعني في جاب طبعا كبير يعني، واحد ما ينكر الحكايه دي يعني، مهما كان في جاب كبير جدا بيننا وبين الدول يعني الثانيه في العالم الخارجي. والكلام ده يعني بيختلف يعني، مثلا انا في حسب من تجربتي في المانيا ومن تجربتي في بريطانيا، انا ما اعتقد، انا يعني in my view ما اعتقد ان الفكره فكره syllabus per se، غير انها هي فكره الريسيرش نفسه يعني كديسيبلين في السودان فيه مشكله خلاص، في كليات المختبرات يعني خلاص. دي اهم نقطه اللي انا عايز اقولها يعني. ليه يعني شنو الحكايه دي يعني شنو بالضبط؟ يعني مثلا السيل كلتشر از تكنيك طبعا يعني هو في السودان، انت لو درستني ليه خلاص قلت لي مثلا وزيه زي قلت لي الفلو سايتومتري وجيت عملت لي ديمونستريشن به يوم واحد، يعني اي صح انا بستفيد خلاص، بستفيد بكون يعني زي ما بيقولوا دي القحه ولا صمت الخشم، لكن اي ويل نيفر بي اكسبيرينسد في فيها صح، ولا حقدر استفيد منه ولا حيكون في فايده، ما حقدر اعمل له ابلكيشن. صحيح. الفكره حتكون وين؟ لكن انا لاحظت مثلا يعني مثلا على الاقل هنا في بريطانيا مثلا عندهم
في الاندر جراد عندهم على الاقل كل سنه تقريبا if I'm not mistaken عندهم بروجكت. البروجكت ده حتعمل شنو؟ حتمشي لاب. خلاص اللاب ده حتيجي تشتغل فيه، حيدوك سيمستر تشتغل في اللاب ده، وبيكون عندك محاضرات برضو. يعني انت شغال محاضرات بتجي اللاب طبعا بيقوموا بينسبوك لواحد من الـ of course من الـ world leaders في الفيلدز. يعني دي برضو من الحياه اللي ما عندنا نحن في السودان، يكون فيلد في زول في الفيلد يعني معروف. هو طبعا اكيد البروفيسور ما حيشرف، البروفيسور حيكلم بلان، حيكلم الستودنتس بتاعه انه في الغالب يا اما اكسبيرينس بوستوك ولا سينيور بي اتش دي ستودنت، بيقول له خلاص اشرف على الزول ده او على الزوله دي، وبحدد هو الكونسبت السكوب بتاع المشروع. دي مفيده ليه؟ لانه طبعا الطالب معناه شنو؟ الطالب تلقاه يعني شغال. خلاص يا دكتور نادر، يعني ثلاث اربع مرات في الاندر جراديويت بتاعه اشتغل مشروع فيه فلو سايتومتري، اشتغل مشروع فيه ممكن يكون فيه سيل كلتشر، اشتغل مشروع ممكن يكون فيه كلونينج، اشتغل مشروع ممكن يكون فيه شغل بتاع اكسبيرمنتال انيمالز، بيكون اشتغل كميه من الحاجات دي. فانا دار اقول شنو يعني هي المناهج بير سي ممكن انت تضيف فيها الحاجات دي، لكن المناهج لو ضفت فيها الحاجات دي ما حتكون يوسفول از انه يكون عندك ريسيرش بروجرام بتجيب فيه الطلبه. يلا هي الفكره، بس ما فكره مشروع بس، دي حاجه برضو مهمه. يعني انا ما بقول انه خلاص معناه الطلبه دي نعمل لهم مشروع كل يوم كل سنه وخلاص نجيبهم. لا، اذا ما في ريسيرش بروجرام ماشي في الكليه، الطلبه دي حيجوا يشتغلوا شنو؟ انت حتجي تقول له ده اللي قاعد يحصل في السودان يعني للاسف. يعني ما عندك انت ريسيرش بروجرام، خلاص ما عندك حاجه شغال فيها، والطالب لما يجيك بتقوم تديه البحوث القديمه تقول له خلاص انت امشي شوف، واللي تلقاه في ايديه كويس شيله واشتغل عليه. الطالب بيكرر نفس الطريقه هنا. ليه الكلام ده؟ لانه الاستاذ ذاته ما عنده شغل ماشي، الاستاذ ذاته ما عنده شغل ماشي. طبعا هنا الكلام ده ما ممكن. ليه؟ لانه اصلا الاستاذ بيعينوه كيف هنا؟ الاستاذ بيعينوه هنا بناء على شغله وبناء على الريسيرش بروجرام بتاعه. يعني انت هنا لما تيجي تتعين كاسيستنت بروفيسور مثلا، هنا في بريطانيا ما في حاجه اسمها اسيستنت بروفيسور، هنا في ليكتشرر. الليكتشرر ده عنده ريسيرش بروجرام كده يعني، وبيقدم بيقول انا عندي الفيلد الفلاني شغال فيه، وهدي البابليكيشنز بتاعتي في السنين اللي فاتت، وبيقوم بيعملوا شنو؟ من يعينوه ما بعينوه، بيكون في تيتشنج. طبعا بيكون في تيتشنج يعني بيدوا اعباء بتاعت الدراسه، بيدوا اعباء بتاعت كده، ما في كلام زي ده، بيدوا الاعباء دي. لكن الهدف الاساسي الريسيرش بروجرام بتاعه، دي الطريقه اللي بيعملوا بها ريكروتمنت للساينتست وللبروفيسورز. يقوم انت بتجي بيكون عندك ريسيرش بروجرام معين، يدوك مثلا، يدوك في الغالب يعني مثلا حسب في المانيا مثلا كان بيدو زول، بيدوك اللابات، بيدوك السبيس، بيدوك تكنيشن، خلاص يعني تكنيشن بيدوك السالري بتاعه، وبيقوموا بيدوك يعني ميزانيه في البدايه. لكن يلا الميزانيه في البدايه ما كفايه طبعا، خلاص ميزانيه في البدايه انت محتاج لها في شنو؟ ميزانيه في البدايه انت محتاج لها في انك انت يعني تشتغل بها شويه، لكن لحد ما تقدم لاكسترنال فاندنج. برضه قوتك بتتقاس بالاكسترنال فاندنج اللي انت بتجيبه، والحاجات دي كلها بتتمحور حول انه عندك ريسيرش بروجرام شغال. فده هو اللي بيأهل الستودنتس، وده بخلي الستودنتس بعد ذاك اقوى في وات ايفر تكنيكس نحن شغالين فيها. يعني مثلا نحن عندنا سيل كلتشر، لو حتى لو نزلناه في المنهج، وحتى لو كلمنا الناس، وحتى لو عملناه 20 ساعه في الاسبوع، ما حتكون مفيده للستودنتس. حتكون مفيده متين؟ اذا نحن عملنا لهم مشاريع، والمشاريع دي انفولفنج مثلا شغل زي ده، وكل الطلبه دي ممكن يجوا يشتغلوا وحيكتسبوا الخبره وحيعرفوا، وبعدين لما يمشوا بعد ذاك ثاني لانه هم براهم تو يعني عشان تو كونتينيو ذير ساينتفك كاريرز، حيكون هم اوريدي عندهم الخبره والمعرفه دي. يعني اصل احنا عندنا طلبه في البكالوريوس بيعرفوا مالتي كلر فلو سايتومتري لانه من البروجكت، سمع بيه وايد، شاف ممكن يكون شافه مره مرتين، لكن الخبره فعلا والحاجه اللي استفادها انه لما جه في المشروع في البكالوريوس اشتغل بروجكت فيه مالتي كلر فلو سايتومتري. فيعني دي زي ما بيقولوا يعني فكرتي عن الموضوع. النقطه الثانيه يا دكتور ياسين اللي هي طرح اختلاف صورة عامة، اللي هي دائما نحن يعني الدولة ما بتهتم يعني عناية بالطالب، ودي الواحد واجهها. يعني انت تكون اجتهدت وجبت وتعبت التعب ده كله،
وقدمت اتذكر للتعليم العالي انه يدوني حق التذكره، مع انه السويدش انستيتيوت كان اوريدي دافع لي التذكره هناك. فقال لي والله يا اخي انت يا ابني، والله اتذكر الكلام ده، قال لي يا ابني واحد من التعليم العالي بدون ذكر اسماء. فقال لي يا ابني والله يا اخي، والله منحه تقديمه جايها مدينك 10,000 كورونا، والتذاكر دي انت حيدوها لك بيمنت. فوالله كل الشيء اللي ممكن نعمله ليك انه نرسل ليك للسفير في ستوكهولم، والله ما انسى الكلمه دي، في ستوكهولم السوداني، اذا قدر الله حصل لك امر الله يقوموا بالواجب. ففعلا يعني انك يعني عكس الان زي ما ذكرت انت، المصريين في عمليه التكاتف وترابطهم مع بعض، هم كطلاب كتيم ويرك، البارت بتاع التعليم العالي كانت عندنا هسه قبل زي ما عارف فتره مشاكل، انه في طلبه بيكونوا مسافرين ومنحهم ضعيفه خاصه في الصين وفي غيرها، الاوفر ما بيدوا لين اول باول، وانت ما عندك سورس. فمرات احيانا المنحه ما بتكون يعني لبعض الناس قد تكون غير مكتمله، لان احنا يعني سويدش انستيتيوت هي اعظم يعني زي ما نقول شنو الانستيتيوت، هي الدوله الكبيره، فكان المنحه كامله متكامله، يعني انت بالفيزا كارد بينزل لك مرتبك الشهري، مشرفك اوريدي بيكون عامل لك، لانه السكن هناك صعب جدا في السويد، فبكون مشرفك اوريدي عندهم في يعني بلوك معين محجوز تبع الجامعه للطلبه بتاعنا الدكتوراه. المعهد ذاته بتاع السويد انستيتيوت كل شهر بيقول لك تعال زياره في الحته الفلانيه، مدفوعة القيمة منزلة لك في السلري حقتك، فأنت بتكون متفسح وزي ما بيقولوا ماكل وشارب، والريسيرش لاب مهيأ يعني. فدي نحن مع هذا ما بتلقى فيه عناية حتى من الاستفادة، يعني الليلة لو قدر الله أنت الآن تطلعاتك أنك أي ثينك أنك ثينك أنك تمشي يو اس اي عشان تزيد النولج، وزي ما قلت ما زينا بيتعينوا مساعد تدريسهم في الاستاف بتاعهم، بعد ذاك الواحد يمشي يتدرج. لا، انت بعد ما تكمل رحلتك، يعني انا مشرفي بعد ما كمل رحلته وعمل البوست دكتوريت وعمل كذا، حتى بعد ذاك جاب جرانت وعمل مشروع هيز اون، حتى التيم كولابريتر مع بعض كهم في الانستيتيوت المعين بتلقى فيه تعاون مع بعض، وبكون فيه شيرنج للنولج، وحتى لو دارين يجيبوا جهاز جديد بيتخاتتوا مع بعض. واي واحد فين طبعا احنا برضو حسي يعني نقول يعني متأملين خير انه بعد السانكشن اللي حصل انه زال وكده، يعني مفترض زمان ما في فند بيجي والتعليم العالي، حتى الفند اللي بيجي بكل مواضيع معينه ومرات تجتهد وتجيب العقليه الجايبه انت من برا على اساس انه يدوك فند وكذا. فحقيقه يعني عندنا مجموعه بتاعته بس يقول لك والله ده ما الانترست بتاعنا في الفتره دي عشان ما يدعم، وحتى الدعم ذاته بيكون ضعيف، ما للشيء اللي يرجو يعني منه. ففعلا دي معاناه حقيقه بيواجهها اي بارت من الطلاب. نحن في الختام يعني زي ما بقولوا عشان نتيح الفرصه للناس ما استفردك، بيكون كثير من الناس مشوقين لكثير من الاسئله، لكن يعني نتمنى انه العلاقات بتاعتك والاشياء والريبيتيشن اللي عملته بحمد الله ووصلك للبوست دكتوريت، يعني انا قدمت اتذكر لجامعه ساوث ويست يونيفرسيتي في تشاينا، ودوني المشرف تراسل معايا ودوني البوست دكتوريت واكسبتد. فجيت هنا في الجامعه قال لي والله انت مشيت السويت ثاني يوم نديك فرصه. فهي دي اشياء كلها يعني بيسكل زي ما ذكرت، ايوه وبيسكلز بتواجه الانسان اللي بيكون انترستد انه يزيد النولج. فجزاك الله خير على المسج المهمه والاساسيه، على اساس انه كثير من الطلبه بيطلبوا منا ريكومنديشن ويطلبوا منا موتيفيشن ليتر ونعرف كيف ونكتب كيف، بدون ما هو انه يفكر اساسا يشوف المتطلبات هو كطالب مفترض يعملها قبل ما انه يرسل. شايف احدى الشباب هنا دكتور اظنه بابكر، ما اعرف بابكر ولدنا بتاع السودان السعودية، افتح ليه الخط، شايف عنده كويشن قريش اظن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله يا دكتور، كيف حالك؟ ان شاء الله طيب على الهواء. أيوة. الله يبارك فيك، الله يحفظك يا اخي، وليك وحشة والله. تسلم والله. طيب على اي حال انا عندي مداخلة وسؤال بسيط جدا يعني في 30 ثانية.
صراحة في ناس يعني مشوا زينا كده يعني الغربة وطلعوا واشتغلوا في المجال اللي هو البنش وكده، لكن لا زالوا عندهم طموحات انه يعني مثلا تو ديفلوب يعني زي النوليدج وكده. ويعني في بعضنا يعني حاول انه يعمل بي اتش دي لوكال وقدر انه يخلص يعني. فالطموح لا زال مستمر انه ممكن يلقى الواحد بوست دكتورال بوزيشن. انت نصيحتك شنو للناس اللي بيكونوا في الغربه ويمشي يعملوا بي اتش دي؟ هل يشيلوا الشهاده وبس يخطوها كده وخلاص، والله هل في فرص انه في امل انه ممكن انه ياخذوا بوست دكتورال بوزيشن زي على سبيل المثال للحصر زي الدكتور علاء الدين زبير اللي اخذ المنحه بتاعت الفول برايت يعني؟ فنصيحتك بالنسبه لنا نحن شنو، كيف نطور نفسنا؟ المطلوب مننا نحن شنو بعد البي اتش دي؟ العمر ذاته هل بعد عمر معينه يعني مثلا 35 سنه او كده خلاص بعد ده ما هقدر امشي؟ فانا بصراحه يعني لقيت فرصه في 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 استراليا، بس كان بس المشكله انه اللغه كان 7.5 وفي فتره بسيطه المفروض الواحد يجيب ايلتس، فكان بالنسبه لي يعني الوقت ضايقني. فنصيحتك بالنسبه لنا شنو؟ جزاك الله الف خير، وشكرا لك انت، وشكرا للدكتور نادر، وشكرا لجميع المتابعين يعني. بارك الله، شكرا. بارك الله فيك. والله ده سؤال مهم يا بابكر حقيقه. يعني الاجابه عليه زي ما بقولوا، انا قاعد احاول اجاوب بصفه عامه بعد ذاك اي زول يعني هو بيحاول يشوف كيف. في حاجه مهمه لازم الواحد ينتبه لها في حكايه انه اول حاجه ليه الواحد عايز يعمل بوست دوك؟ ده رقم واحد. خلاص البوست دوك بتديك ريسيرش اكسبيرينس، ده رقم واحد. رقم اثنين لو مشيت لاب كويس ممكن تديك بيبر محترمه، رقم اثنين. رقم ثلاثه لو عندك النيه انك انت تواصل وتبقى يعني بروفيسور مثلا برا، مهم جدا انك انت طبعا تجيب ورق يعني تجيب اوراق علميه كبيره من 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 بوزيشنز من برا لهنا، او يعني من 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 بوست دكتورال بوزيشنز من برا يعني. انا اقول شنو يعني في السودان، طبعا المشكله في السودان صراحه التريننج بتاع البي اتش دي في السودان يعني خلينا نقول ما قاعد في النهايه doesn't result in 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 good papers. وانا قبل قلت الكلام ده يعني قبل قلته عرضا يعني انا مثلا انا ذاتي كنت كده يعني ما كان عندي بيبرز لما انا انتهيت من البي اتش دي. خلاص البيبرز كلها يعني خلصناها من الاسب ميشن هسي في الفتره اللي انا جيت بعد جيت هنا. لكن اي واز لاكي لانه كان عندي يعني البروفيسور بتاعي كان عنده علاقات ودي اللي ادتني الفرصه انه اواصل. نحن في السودان يعني مشرفين لنا ذاتهم لو عندهم هم علاقات مفروض هم يسهلوا لنا بها الحاجه دي رقم واحد. يعني انا بقول لك انك كيف انت تمشي، الحاجه الاولى انه يكون عندك first author publications في index journals، خلاص يكون في journals محترمه، لانه في النهايه انت تقدم السي في بتاعتك لو ما في first author publications بالذات هو زول لو ما بيعرفك انت شخصيا he will be reluctant and most likely he will not respond. انا كنت شغال مع زول مشهور معروف في المانيا، في ناس كثيرين في المانيا قدمت لهم ما ردوا علي اصلا، مع انه هو بيعرف الزول ذاك شخصيا، لكن ليه؟ لانه ما شافوا شغلي انا ذاتي. في ناس they invited me to interviews ومشيت وكده وحسوا من الشغل بما انه لسه ما اتنشر معناه الشغل ده اي كلام، وكلام الشغل ده وين؟ في المانيا يعني، الشغل ده ما معمول في مكان ده. لكن انا الشيء اللي عايز اقوله شنو؟ عايز اقوله انه اتس يعني if you're still interested you can do that، لكن لازم تنتبه. والكلام ده انا بقوله للزول البروسبكتيف طبعا، ما زول اوريدي، الزول اوريدي عمل البي اتش دي وعنده شغل عنده يعني داتا محترمه ممكن تتنشر في peer review journals، يحاول يعمل كده طوالي اصل الداتا دي تحاول تنشرها. خلاص يعني دي حاجه مهمه جدا. البروسبكتيف ستودنتس بالذات الناس الشغالين وعايزين يعملوا بي اتش دي يو كان دو ذات، لكن يو هاف تو ثينك اباوت انك انت البي اتش دي ما ورقه بس، وانه اذا بي اتش دي عباره عن ورقه بس، الورقه بس دي ما حتوديك حته برا. لانه هنا تخيل معي انه في ناس بيتخرجوا من جامعات كبيره، يعني زول بيتخرج من يو سي ال ولا من اوكسفورد، ديل على قفا من يشيل هنا بالمناسبه قاعدين. خلاص ما في زول، مع انه تخيل من اوكسفورد، يعني انا زول جايب من اوكسفورد وجايب بي اتش دي، لكن لا بعد الناس بعينه لشنو؟ اشتغل مع منو؟ اشتغل في شنو؟
وينو الاوتبوت بتاعه. فانا الكلام ده بقوله لكل البروسبكتيف ستودنتس، انت ما تحط في بالك انه البي اتش دي انا الليله وبكره وخلاص، معناه انا بما انه شغال انا صح شغال، امشي اجاسف واجادع بجاي وبجاي، حد جاسف وجادع بجاي وبجاي، لكن ايفينشلي ما حتستفيد حاجه. ودي دي دي النقطه اللي انا يعني داير الناس تنتبه لها. يعني دكتور علاء الدين يعني له التحيه من هنا، هو يعني عباره عن حاله سبيشال لانه قدم للمنحه بتاعت الفول برايت زي ما انت قلت. يعني والمنحه بتاعت الفول برايت زيها وزي في منح ثانيه خلاص عندها فرصه انها تديك ريسيرش ستاي برا. الفكره كلها في الاكسبوجر، يعني at some point in your life اذا انت مشيت برا ان شاء الله انترنشيب، مرات بالمناسبه مرات بيكون في انترنشيبس اوفرد لمده 3 شهور. يعني مثلا احنا عندنا معانا واحده كانت في اللاب يونانيه، انا اشتغلت معاها، وتاني هسي في هانوفر. دي جات اللاب بتاع البي اتش دي سوبرفايزر بتاعها كهناي ك يعني كانترن، يعني كانترن في انترنشيب لمده 3 شهور. طبعا هو شافه وشاف المشروع اللي اشتغلته وشاف الحاجه. طبعا 3 شهور انت ما عاد تشتغل حاجه كبيره يعني، لكن مهم تتعلم لك كم حاجه، تمشي تشتغل لك، بتشتغل حاجات بسيطه يعني. من هناك طوالي قام بعد كم فتره قال هي قامت قدمت له وقالت له يا اخي انا عايز اجي للبي اتش دي لو عندك. قال لا ايوه عندي بوزيشن، خلاص تعالي. ف اتس اباوت الاكسبوجر. ف معناها شنو؟ معناها انت لو لقيت منحه زي دي توديك برا، ده هو بيفتح لك الباب انك انت بعد ذاك تمشي من تمشي ليه قدام. لكن اسينشلي يعني الحاجتين المهمات جدا انك انت تكون في البي اتش دي اشتغلت شغل بتنشر وتنشره، ويكون عندك كونكشنز، يكون عندك كونكشنز. الكونكشنز دي انا عارف انها حاجه صعبه يعني، بالذات هسه كمان في زمن الكورونا حاجه صعبه جدا، لكن في كميه من الـ من الـ من الويز انت ممكن يو انتراكت وذ الساينتست. مثلا منها تويتر، مثلا نحن هسه بنقعد في الفيس بالساعات، لكن الاكاديميك تويتر ده مثلا مفيد جدا. كل البروفيسورز دي لسي او كميه يعني منهم الليدرز في الفيلد عندهم تويتر اكاونتس باللاب، وبينشروا يعني اوراقهم وحاجاتهم بينزلوها في تويتر. انت يو كان انتراكت وذ ذم، وممكن تحاول تتعامل معاهم. يعني ممكن في ناس كثيرين انا عرفتهم في تويتر يعني، بعد ذاك شفتهم فيس تو فيس بعد فتره يعني. فيعني انا ما في شورت انسر للكلام بتاع للكلام ده، وما في برضه زي ما بيقولوا يعني وصفه سحريه، لكن يعني على الاقل دي زي ما بيقولوا دي من الحاجات اللي انا قدرت فكرت فيها يعني. في سؤال ثاني من الاخ منتصر. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. ألف شكر للمحاضرة الغيمة، ويعني صراحة استفدنا استفادة كبيرة جدا. إن شاء الله يعني إن شاء الله كده يعني تكون انطلاقة جيدة إن شاء الله، الناس تستفيد وتستفيد، وأهم شيء يعني المشاركة. يعني الحاجة دي ما سهلة بالمناسبة، يعني كون إنه الناس تشارك تجاربها وأي واحد يدي اللي عنده فالناس بتستفيد وتمشي قدام. هنا زي ما قلت يعني. أيوه. وفعلاً يعني حتى التجارب مختلفة زي ما قلت، أنت تجارك أوروبية، في ناس عندهم تجارب أمريكية زي مثلاً أخونا علاء زي ما قلت قبل شوية. برضو لو كنت استضفته برضو في اللقاء ده كان حيكون برضو حاجة رائعة جداً. يعني كان ولو برضو واحد كان برضو مثلا من المنحة الصينية، المنحة الصينية طبعا من المنح الهائلة يعني، فيها فرص هائلة جدا كويس، فدي كلها مدارس ناس تستفيد منها وناس تقدر تكون فكرة عامة عن وضع التعليم العالي عموما والبحث. أنا سؤالي بالنسبة للدكتوراة، هل هي في ناس بياخدوها كدرجة كتيتشينج، وفي ناس بياخدوها كريسيرش، فالفرق بين إنه تأخذها كدجري فور ريسيرش أو كدجري فور تيتشينج تبقى مثلا كأسيستنت بروفيسور؟ يعني أنت
ايوه تفضل تفضل واصل يعني هسه انت مثلا كان ممكن عادي جدا بعد ما تخلص البي اتش دي مثلا تجي رايح السودان او تجي مثلا على واحده من الدول العربيه او كده تكون باحسن اوضاع تمام. فالحاجه دي في الفرق شنو بين الريسيرشر والتيتشر او البروفيسور تمام. هل في سكيلز معينه بتفرق بين الريسيرشر والبروفيسور ولا هي ممكن تكون مكتسبه؟ هل هي ممكن تكون فطريه؟ كويس. اوكي بس مع رايكم في الموضوع. Well, if I got you correctly, تزعل عن إنه هل يعني الواحد لما يعمل الـ PhD بعد ذاك هل هو عايز يعني هل هو يواصل في مجال الريسيرش ولا يمشي يشتغل كأستاذ ولا it depends. طبعا تعتمد على أنت عايز تشتغل شنو في النهاية, تعتمد على أنك أنت هتقدر تستفيد من الـ PhD بتاعتك دي كيف, وبتعتمد على أنه يعني eventually ده تمشي تشتغل وين برضو. خلاص تعتمد على الجوب ماركت. الحقيقة ده أقول لك مهمة جدا إنه الـ PhD في حد ذاته بتعلم الواحد حاجات كثيرة جدا, بتعلمك soft skills كثيرة جدا. عشان كده هسي في طبعا الحكاية دي ما عندنا في السودان, الحكاية دي هنا مثلا بتلقى في زول عنده PhD في البيولوجي شغال في شركة قانونية مثلا, ولا شغال في شركة تجارية كبيرة جدا. ليش نو؟ لانه في سوفت سكيلز انت تتعلمها دي كلها بقول عليها ترانسفيربل سكيلز, يعني ممكن هي ذات تستفيد منها. في البي اتش دي تتعلم التايم مانجمنت, في البي اتش دي تتعلم الكوميونيكيشن, بتتعلم النيغوشيشن, لو في ديسبيوت بينك وبين السوبرفايزر بتاعك بتحاول تحله بطرق وديه يعني. فبالتالي معناها الانتربيرسونال يعني سكيلز دي برضو تتعلمها, يعني تتعلم انك انت تو تيتش يور سيلف. بيكون في كميه من الحاجات الحاجات اللي بتكون فايته عليك ما عارفها بتعرفها براك, ودي بالمناسبه كلها سكيلز في 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 سوق العمل في اي مكان مهمه جدا. لو جيت اشتغلت في بنك مثلا المعروفه الساينتست لما يشتغل في البي اتش دي بيشتغل بناء على الداتا, بيجمع الداتا, بيجمع الكلام اللي قراه, بيعمل اكسبيرمنت, بعد ذلك بيشوف الداتا طلعت من الاكسبيرمنت بناء عليها بيحدد الوجهه بتاعته. الحاجه دي في الماركتينج, الحقيقه دي في البانكينج, في الاكاونت, في الاكاونتابيلتي, ما بعرف, في كميه كبيره من السيكتورز مهمه ومطلوبه, دي كلها من السكيلز المطلوبه. فانا عايز اقول لك شنو يعني انت وذ بي اتش دي يو كان دو ايفرثينج, يعني اي حاجه انت داير تعملها ممكن تعملها بي اتش دي, لانه انت ما بتتعلم بس ساينس, انت تتعلم بيكون في ترانسفيربل سكيلز تتعلمها بسايد ساينس. عشان كده انت ممكن برضو تدرس اذا انت this is what you want. لكن الحاجه دي تعتمد على الشخص نفسه. انا بالنسبه لي يعني شايف انه من الافضل I have to give it a shot, حاول ابقى researcher. researcher معناها شنو؟ معناها اواصل في المجال اللي انا مشيت فيه, وده بعد ذاك اشوف لو لقيت position. جزء من الحاجات دي طبعا بيكون في teaching خلاص, لكن التيتشنج بالنسبه لي ما اوف برايمري انترست. الاوف برايمري انترست هو الريسيرش نفسه والاكاديميك اوتبوت بعدين. لكن يعني هنا مثلا ما في ديفيجن بين الحاجات دي في محلات معينه, لكن ان جنرال يور يعني انت ما في جامعه هنا بتدعي لا زول استاذ بس نادر, استاذ وريسيرشر صعب يعني بيعينوك انت ريسيرشر. جزء من الـ من الـ من الـ من الـ من الريسبونسابيلتيز بتاعتك انك تعمل تيتشنج, لكن انت primarily انت researcher, ده المطلوب منك تعمل. لكن ما في يعني في امريكا مثلا في الحاجات دي, في جامعات مثلا مهمتها بس التيتشنج, بيجيبوا الطلبه بيعملوا تيوشن وبفوتوا, ديل بيعينوا ناس بي اتش ديز, لكن بيعينوا ناس اساتذه بس تيجي تقعد تدرس وتبقى معاك. الموديل ده ما في حتات كثيره يعني, حتى في الخليج مثلا برضو يعني في صح في جامعات برضو دايره تيتشرز بس, دايره ناس يدرسوا بس, لكن in general يلا في الخليج في حاجه, في الخليج بتلقى اغلب الجامعات مرتبطه بمستشفيات او مرتبطه بمعامل او صح, هي بتكون مع بعض يعني, انت بتكون مثلا شغال هناك ليكتشرز وبجات طوال بتكون شغال عندك صح. ف essentially you're required انك انت تبقى يعني حتى بالذات يعني ليه مرتبطه بمستشفى ولا بينها, لانه دايرين يعملوا ريسيرش بالضبط يعني مرتبطه بالمستشفى عشان شنو؟ عشان المستشفى فيها العينات وفيها الكونديشنز وفيها
يكون في possibilities بتاعت training أفضل شيء. أي نحن حتى undergraduate or postgraduate. صح صح. فعشان كده يعني إحنا هسي عندنا يعني ال department بتاعنا إحنا في نص المستشفى قاعد الانستيتيوت بتاعنا وفي immunity and transplantation ونص البروفيسورز اللي عندنا أصلا هم دكاترة physicians. physician scientist يعني بيقول عليه أو academic نايف clinical academic بيقول عليه وديل هم ده يعني يعني أغلب الكولابوريشنز العينات الحاجات كلها بتجيهم من وين بتجيهم من هنا طبعا من المستشفى ذاته ده مطلوب فأتمنى أكون جاوبت يعني لو تمام طيب بس ده أسأل من ال في مهارات معينة مفروض يعني ال undergraduate تكون عنده على سنه لما يمشي مثلا مرحلة الماسترز أو مرحلة مثلا البي اتش دي زي ما قلت مثلا زي في النظام الأمريكي قلت طبعا ممكن تعمل بي اتش دي من غير ماستر تمام فالمهارات اللي احنا ما عندنا المفروض نكتسبها أو المفروض ناخذها من سينيورز بتاعنا أو من الدكاترة بتاعنا أو صراحة في جاب كبير في الحتة دي يعني في كثير من الجرادويتس ممكن حتى من البوست جرادويتس ما يعرفوا يكتبوا ديزرتيشن ما يعرفوا يكتبوا سيسيس كويس حتى البيزكس بتاعت الريسيرش نفسها تكون بالنسبه لهم يعني حاجه ضئيله جدا ضئيله جدا يعني اللهم بس كده بس اسم شهاده كويس وفي موضوع بالذات اللي عندي في المختبرات يعني ما عارف هل حاجه كويسه ولا حاجه سيئه انه يقول لك تخرج طوالي عمل بكالوريوس بجاي يقول لك تساعد الماجستير طوالي فهل الحاجه دي برضه هي كويسه ولا فيها برضه يا اي طبعا السؤال ده سؤال سياسي يعني اكثر من اي حاجه انا يعني بقدر اقول لك شنو من ناحيه طبعا بالنسبه لسؤالك بتاع السكيلز المحتاج ليها الانسان بالنسبه ليه لو داير يبقى يعني ساينتست ويمشي لقدام طبعا في حاجات يعني انا بالنسبه لي يعني في حاجات اساسيه لازم الواحد يكون عنده رقم واحد لازم يكون عنده يعني ريسبكت ولازم يكون عنده انترست دي ممكن ما تكون سكيلز يعني لكن مهم حاجات مهمه مطلوبه يعني لازم يكون عنده لغه انجليزيه مظبوطه لازم يكون عنده بعد ذاك interpersonal skills كويسة بيقدر يتعامل مع الناس بيقدر لأنه الساينس ده هو أصلاً هو جزء أغلبه عبارة عن communication في النهاية ف if you're not able to communicate what you've done then people will not care الناس فدي دي الحاجات المهمة الحاجات الثانية المهمة جداً برضو أنا بشايف مهمة جداً time management خلاص دي من السكيلز المهمة ومن السكيلز المهمة برضو اللي هي self reliance وبرضو إنك أنت كيف تعرف تجيب المعلومة من وين خلاص time management يعني شنو يعني أنت يعني essentially a research أنت بتاخد project بياخد مثلا في PhD بتاخد project دايرة ثلاثة سنين ما في حاجة قدامك حاجة الموضوع ده unstructured تعمل شنو معناه انت يو سيت ذا تون فور يور سيلف انت بتعمل مانجمنت تقول والله الاسبوع الجاي دار اشتغل الحاجه الفلانيه الشهر الجاي دار اشتغل الحاجه الفلانيه دار ابدا اكتب الليله بعد كده بنتهي ان شاء الله في الشهر ده هعمل هرسل البيبر بتاعتي للمكان الفلاني دار اعمل كده تايم مانجمنت دي حاجه اسينشال بالنسبه لي انا لزول ولازم يتعلمها من البدايه يعني لازم يتعلم يحترم مواعيده يتعلم يعرف يرتب مواعيده كيف 200 يلعب 200 ياكل 200 يشرب 200 ينام الحاجات دي دي حاجة مهمة أنا بالنسبة لي يعني خلاص رقم واحد بعد التايم مانجمنت مهم جدا إنه الواحد يعني يتعلم ال شنو غير التايم مانجمنت أي اللي هو سيلف ريلاينس يعتمد على نفسه زي ما أنت قلت لك في الغالب الواحد بيخش المجال ده ما عنده فيه غير يعني ما فيه بريسيدنت يعني انت تجي تشتغل في حاجه ما في زول ناشر فيها قبل كده يعني انت اول زول في العالم يشتغل في الحاجه الفلانيه دي طبعا ده المفروض كده يعني معناها شنو معناها يو هاف تو سماها نوبل اوسر ولا بسماها شنو دي سماها نوبل اوسر صح ولا
لا ما يعني اي ما انت في النهايه بتشتغل في حاجه نوفل ما معروفه، اي نوفل يعني ما حاجه ما معروفه يعني. فانت اسينشالي هتعمل شنو معناها؟ معناها انت لازم تجيب المعلومات اللي انت دايرها. يو هاف غير انك انت تو ديزاين يور اون اكسبيرمنت مثلا، ولا السوبرفايزر بتاعك يساعدك في الحاجه دي، لازم في حاجات كثير هتكون ناقصاك انت ما عارفها. فانت هتعمل شنو؟ هتجيب المعلومات دي من وين؟ لازم تعرف تجيب المعلومات دي من وين، وتسال منو، وتساله في شنو. يعني ما ممكن انت تكون قاعد مثلا للسوبرفايزر اليوم كله قاعد لبر الباب في اي نقطه تساله. طبعا اكيد بكره هيقول لك خارج مني، لانه هو ما عنده لك زمن، ويشرف على كميه من الـ من الـ من الـ من الـ الناس غيره. سبون فيدنج ما كويس، سبون فيدنج ما بينفع. فانت لازم تعتمد على نفسك، لكن لازم تعرف انك انت برضو at the same time there will be يعني انت هتكون deficient في حاجات كثيره، فانت هتحتاج ل help. من وين تلقى ال help؟ Guidance. How to source the help دي يعني. طيب تمام، انا شايف دكتور نادر ما بعرفه خشه، ممكن ندي الفرصه لاسماعيل، شايف اسماعيل؟ تمام. طيب تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا دكتور ياسين، صحتك واخبارك؟ هو دكتور احمد، انا قلت اسماعيل دم. معليش انا جيت متاخر يعني، والله يعني محاضره قيمه فاتتني يعني، وشكرا لك وشكرا ل بروف نادر وللباحثين السودانيين في المختبرات، كثر خيركم يعني. بارك الله. انا ما عندي كلام شيء دار اقوله، بس انا كنت يعني اللي هو منتصر يعني هي ريز بوينت، وانت برضك يعني جبتها اللي هي حته بتاعت السيلف ريلاينس. احنا عندنا مشكله يعني في التيتشنج من الاندر جراديويت، ان احنا بنحشي الطلبه يعني او ما بيساعدوا يعني. انا كنت في حاجه انا يعني كثير من الاساتذه بيدوا ملخصات، صح؟ وده غلط. ما تقول لي المواد ما في يعني هسه مثلا انا الشيء اللي مشت لما كنت برا انه بيقول لك اكتب اسايمنت 5000 كلمه، اكتب عن الموضوع الفلاني 3000 كلمه، وفي زمن وجيز وكانه ولا شيء لم يكن، ده كنت زول يكون في اولى جامعه. احنا كلام ده بالنسبه لنا متعب جدا لانه مو متعودين عليه، صح؟ يعني اللي هي دي بتخش في سيلف ريلاينس وبتخش في حياة كثيره من اللي قلتوها انتم. فأنا إحنا الجاب بتاعنا مفروض ما يعني نعلم الطلبة كيف يقروا وكيف يبحثوا. فعلا يعني أنا أتذكر في يعني اشتكوا على كثير من الطلبة، كان بيشتكوا لما كنت في دراسة سنة ثالثة، كان يشتكوا من قالوا يا كيف ما أدي ملخص و يعني في بداية السمستر زعلوا جدا وجاوا طالبين. أول يوم قلت لهم يعني من جنب نهاية آخر أيام قلت لهم يا أخوان أديكم ملخصات كيف، أنا أصلا ما درجهم ساي، لكن الحمد لله كانوا دفعة مميزة وقال لي والله كتر خيرك يعني. قال لي خلتنا نتعلم نقرأ، قال لي إحنا ممكن نعرف نقرأ. فبس الحتة أنا I want to throw this point يعني. لا شكرا جزيلا هذا الغيمة يعني، وأحمد الله يعني أنه كان لي الشرف يعني جيت بدريبنا كده على خفيف كده. لا تسلم كثير والله يا دكتور، والله يا أخي دي مداخلة غيمة جدا، وهذا الكلام اللي قلناه. وبعدين you will learn it the hard way يعني، يعني اي زول بالذات اي زول سافر برا يعني زي ما قال الدكتور احمد بالذات ذاته كان يعني في بريطانيا، يو ويل ليرن ذا هارد واي. انت حتعرف انه في النهايه بالذات يعني لما تيجي في البي اتش دي حتلقى نفسك مجدوع في بحر، والبحر ده يعني غريب، وانت لازم تعرف تتعلم تعوم يعني. اذا انت ما تعلمت من بدري من الاندر جراد يعني اللي هو لسه انت سبوز تو بي يعني، انت المفروض من الوقت ذاك تتعلم انك انت تجيب المعلومه براك وتعرف تفتش وين وتفتش كيف، الموضوع بيبقى لك بعدين صعب صعب جدا يعني. فشكرا جزيلا. شكرا جزيلا ياسين، تسلم كثير يا دكتور، الله يبارك فيك، تسلم ان شاء الله. في منى ما جاوبت على سؤالي يا حبيبنا. ما جاوبت على سؤالي، قلت لك تعال الماستر اللي هو بعد البكالوريوس مباشره بالموضوع. طبعا ده سؤال زي ما قلت لك سؤال بوليتيكال يعني، اكثر من انه يكون يعني ساينتفك ولا يكون يعني زي ما بيقولوا معلومه فنيه. الموضوع ده بيعتمد على التأهيل ده الناس بيستفيدوا منه شنو، سوق العمل هل محتاج لكمية زي دي من الناس ولا ما محتاج لكمية دي من الناس. I'm afraid إنه أنا I'm not in the best position to answer this question، لكن يعني بقول إنه طبعا يعني للأسف نحن ما عندنا statistics ذاتها يعني عشان نعرف هل سوق العمل في السودان ولا سوق العمل في المنطقة العربية بتطلب حاجة زي دي ولا لا. الحكاية دي ذاتها مفروض تكون ذاتها يعني
محدودة يعني، حتى البوزيشنز بتاعت الماستر ذاتها مفروض تكون محدودة بالحكاية دي بالديماند، وغير انها تكون محدودة بالديماند برضو المحدودة تكون بالكواليتي، هل الناس دي كلهم في كواليتي تيتشنج بيحصل لهم ولا ما بيحصل لهم، والأهم من كده هل ما الماستر ده هو عبارة عن إعداد للبي اتش دي، هل الناس دي كلهم معدين إعداد كويس للبي اتش دي ولا لا؟ هل في ناس بعد ما يعملوا الماستر ده بيمشوا يعملوا they struggle when they do their PhD؟ طبعا هاي كتير. فأنا بقول لك I just الحاجة الوحيدة بكون أقول لك أنا يعني I'm a little bit doubtful about the quality بتاعت the teaching والquality برضو وال هل فعلا سوق العمل بغض النظر عن سوق العمل وين محتاج للحكاية دي ولا ما محتاج للحكاية. طيب نحن عشان بس الزمن ما يسرقنا ممكن يا دكتور نادر ندي منى بعد ذاك تاني دكتور عفاف نديهم المايك. شكرا يا منتصر. الله يدي العافية تسلم. السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال؟ السلام أهلا وسهلا. كيف يا دكتور ياسين دكتور نادر؟ أنا معكم دكتورة منى الليسي من جامعة النيلين. أهلا وسهلا دكتورة. معليش دخلت متأخرة شوية، شرف الله وقدرك دكتور نادر أخي يعني عزيز جديد شديد علينا، فأنا حابة بس يعني أشارك، أنا ما بحب الشو ما بتكلم عن روحي كثير، لكن حابة أشارك الخبرة بتاعتي شوية. أنا برضو قريت عملت الدكتوراه بتاعتي في ألمانيا ما شاء الله أيوة، ف يعني النقاط واحد واثنين أخذتها واحد في خبرة تاني في حاجة يعني الألمان يعني أنا فعلا هي إنك ومشيت عبر الدات والدات يعني الرسالة يعني أنا راسلت فعلا يعني دكاترة بروفيسورز كتير في العالم كله، لكن أكتر حاجة كانت فادتني يعني كانت البابليكيشن اللي أنا عملتها بعد الماجستير. فأنا كنت عملت مجموعة من البابليكيشنز بعد الماجستير حقي، وبعدين كنت حريصة إني أمشي مؤتمرات برا عشان أعرف الناس بتفكر كيف والناس دي بتعمل شنو ولقى الحاجة دي وين وكده. نحنا فعلا ما عندنا guidance يعني الأساتذة زي الجلادين عند أنا بالذات أنا بالنسبة لي الأستاذ دي جلاد ما بيساعدونا كانوا. فلما طلعنا برا يعني وشفت الناس دي كيف يعني سبحان الله من ضمن الناس اللي أنا لاقيتهم كان السوبرفايزر الليتر بيجي السوبرفايزر حقي، لكن المدهش في الأمر الناس دي بتحب تساعد كيف إنه أنا اشتغلت في رير ديزيز وكنت بعمل كوميونيكيشن مع ناس يعني أنا افتكرت الجمعية اللي بتاعت ناس بيشتغلوا في الرير ديزيز ده وكنت دايماً أي كوميونيكيت معهم ونتراسل وعمل لي بامفلت ورسلوا لين يعني متهدة شديد. وانت قلت لين تخيلوا أنا دايرة أعمل دكتورة وما لاقي لي زول يشرف علي برا البلد برا السودان، يعني دايرة اشتغل مع زول برا، وصفوا لي زول في أستراليا. الزول اللي في أستراليا ده قال لي أنا خلاص نزلت المعاش لكن أنا بديكي أسماء، أداني أسماء من ضمنهم السوبرفايزر حق الألماني ده. السوبرفايزر الألماني أول ما راسلته رد قال لي أنا بعرفك وشفتك في المؤتمر لما قدمتي وشغلك كان جميل وقريت الأوراق بتاعتك الرسالة لي فلان، لأنه فلان ده يعني توسط ليه ويعني حاجة جميلة تعالي طوالي. أول طبعاً بتوجس شوية في حتة الفاندينج لأنه ما بيعرفوك، بعدين يلا لما لقيت المنحة الحمد لله بتاعت الدات ومشيت وأنا يعني اتهدى يلا دي الحاجة الثانية يا جماعة لازم الواحد بالإضافة للكتابة يكون عنده خبرة يعني اهتم يقعد يقرأ، يعني لما يدوه تاسك ما يقول ده التاسك ده صعب، يمشي يحاول يعمله إنش يكسر رقبته يسويه. يعني أنا بتذكر يعني في حاجة من اتعلمتها من الألمان النظام اللي هو الإكسل شيت اللي بنظمه فيها الشغل، كنت بس من الجنبي بعين لا بتعمل شنو بعمل زيها حتى بتضحك بقول أنا بشوف أنت بتنظمي جدولك كيف عشان أنظمه زيك. أنت عارف يعني لما البروجيكت بتاعي يعني إكستند عمل إكستنشن ليه من قروش الخاصة وخش اللاب وقال يا جماعة أنا حعمل إكستنشن لمنى فقط لأنها متهدة شديد البدي لغاية السامبلز جابتها حاجات جابتها. في جماعة اجتهادك ولا بيحنوا عليك عشان انت من عالم ثالث واللي بيقولوا لك الكلام ده واللي بيدلعوك زي الدلع اللي بندلعه
لكن ما بيشكموك، بيخلوك انت تتعلم براك. فالألمان بتتعلم منهم زي ما انت قلت الانضباط، التنظيم، انك تتسلح بالمعرفة. يعني مشرف بداية والله يعني ما قصر معي، زول يعني اكتر من رائع، وبيزورنا كان دائما وبيتابعنا، ودي حاجة برضو بيفتقدوها الطلبة هنا، المتابعة. وحتى الطلبة هنا معلش يا شباب، الطلبة ما كلهم لكن بعضهم ما زول بتاع بحث، بس دير يعمل ماجستير أو دير يعمل دكتوراه، ما كلهم، لكن يعني في بعضهم بتكاسل. الكسل ده ما بيجي مع شغل ناس برا، والله عادي. نحن شفنا طلبة بترضوهم، حتى ألمان بترضوهم بيقول لهم مع السلامة ما عايزينكم، ويكون الواحد والله الغلط بتاعه حاجة بسيطة يعني ما قدر ده. يعني هنا حقونا صعبين. تاني في حتة تانية، المجلات الفيك دي كارثة كبيرة يا دكتور ياسين عندنا هنا في السودان. حتى الدكاترة بيلجأوا لها، يعني تلقى دكتور عنده 60 ورقة وهو يعني كلها فيك، عشان يترقوا بها كمان، عشان يترقوا بها. نحن عندنا شوي في جامعة النيل نتنبهوا للحتة دي، وبيجوا يعني يعني بيفحصوا. وأنا كان اشتغلت قبل كده يعني في الشغل ده، للأسف لما تترسل الحاجة للريفيور برا بيجي بقول لك ده فيك جورنال، ده ما يترقى أبدا تاني. يعني أنت لازم تاخد برأي الريفيور، الطلبة بتفوت عليهم الحاجات دي. فإن الطالب لازم يكون يعني يتسلح بالمعرفة، بس ما يسمع كلام أصحابه يقول لك بتكذب عليك، بتقول لك فيك ولا فيك ولا حاجة، ناس فلان نشروا فيها. الطالب داير يخلص، والأستاذ هو عارف الكونسيكونس بتاعت الحاجة دي، إنها حاجة غلط. الحمد لله أنا من زمان كنت بحس بالحاجة الغلط دي شنو. بعد كده دائما لما أنت تطلع برا يتسلح برضو بالمعرفة، بمعرفة الناس، يكون عندك انترناشونال نتورك، يعني بالإضافة للسوبرفايزر بتاعك تستفيد من الناس المعاك. أنا كنت عملت 2 بوست دوك، وكنت فيزيتينج ساينتست في أسبانيا. يلا 2 بوست دوك دل ما عندهم أي علاقة بالسوبرفايزر حقي، كانت علاقتهم أقوى بالببليكيشنز بتاعتي، لأنه كنت فيرست أوثر، ويعني الببليكيشنز كانت كويسة الحمد لله. الحاجة الفيزيتينج ساينتست دي كانت بالسوبرفايزر بتاعي والببليكيشن، وفعلا استفدتها. ضروري الواحد يا جماعة، نحن دايما كسودانيين بنقلل من أهميتنا، يعني بنفتكر روحنا ما عندنا كده وما عندنا كده. انت كمان ما تشكل روحك شديد، قول بعرف كده وما بعرف كده، وعايز اتعلم كده. انا دي الحاجة اللي قلتها في اول بوست دوك قدمت لها، قلت لهم انا دايرة اتعلم كده يعني، ودي الحاجة دي نفعتني شديد. ودي النقاط اللي أنا دايرة، الانترناشنال بودي، المقدرات، الفيك جيرنس، المقررات بتاعتنا برضو. مقرراتنا فعلا هي ضعيفة جدا، بالذات نحن ناس قدام شديد، فمقرراتنا تقريبا ما مقررات يعني. فالمقررات مفروض نحن حاسة ساعين إن شاء الله في الفترة القادمة إنه يعني كلية المختبرات يكون عندها مقررات خاضعة للتقييم، وخادعة لأن تكون فيها جودة عالية، بحيث إنه الطالب يقدر يستفيد من أي شيء. صح نصطدم بحاجات كثيرة، الإمكانيات بتاعتنا بتتلابس الضئيلة وكده، لكن مع بعض إن شاء الله بنمشي القدام مع يعني إن شاء الله السانكشنز اللي ترفعت. بحب أسمحوا لي أشكر كثير أستاذ أحمد العمل، حس مداخلة عن الشيت والشيت دي. طبعا أنا أول حاجة بيجي بتكلم عنها يعني لما نجي أخش أول ليكشر لي في المقرر، يا جماعة تكفلوا الموبايلات، تدخلوا في المواعيد، تلتزموا بالأسايمنت، وما حديكم شيت وما حديكم اللكاشر ما حديكم للشيت للكاشر، حديكم كتاب تمشوا تقروا منه، والكتاب حيجي منه الامتحان وكده. الكتاب ده يا دكتورة كبير، مرة واحدة شاكرتني قلت لي تدينا كتاب واحد ما تدينا الاثنين، يعني الطلبة ذاتهم صعبين شديد فانت يعني انت ما بتقدر تقيم يعني كل الناس تستعدلها، لكن بيطلع لك دايما زول كويس. اندهشت جدا الذكر، جيت مره من بره جديده وكنت اسيسر في واحده في جامعه الخرطوم، يعني معلش ذكرت الاسم ما كنت قادر اذكر، لكن اندهشت يعني بالمعرفه، كميه المعرفه عند الطلبه بتوع كليه العلوم،
بالذات، وبغيرت قلت يا ريت أولادنا في المختبرات يكون عندهم المعرفة، معرفة حديثة بعلوم الحديثة، وده نحن الدايرينه. وبتمنى لكم كل التوفيق والنجاح يا دكتور ياسين، نسمع عنك كل خير ما شاء الله عليك، رغم اني دخلت متأخرة لكن كلامك جميل، وربنا دايما يوفق، ودعاقنا لك انك كده يعني نسمع عنك انك تكون انترناشنال فيجر ان شاء الله. وشكرا لتحت الفرصة. تسلم ان شاء الله يا دكتورة، تسلم مداخلة قيمة، وشكرا جزيلا، وفرصة سعيدة، شكرا جزيلا. يعني مداخلة قيمة، الواحد يعني هي نفس النقاط اللي احنا مرينا عليها بالإضافة لإضافات قيمة، يعني شكرا جزيلا يا دكتورة. في دكتورة عفاف، دي آخر مداخلة، وبعد ذلك إن شاء الله نختم بإذن الله. تفضلي. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. مرحب بكم الحضور، وشكرا كثير دكتور ياسين، ما شاء الله عليك تبارك الله ما شاء الله، وسعيدين يعني طلتك البهية والدكتور نادر، لكن رغم اني دخلت متأخر، فأنا عندي مداخلة بسيطة. أنا حضرت بي اتش دي في الأونكولوجي عن مايكرو ار ان اي، ورجعت السودان السنة دي في منها، وظهرت الظاهرة بتاعت الكورونا وكده، وشغالة بجامعة الخرطوم. الحاجة اللي لفتت نظري كنت انترنال اكزامينر لطلاب الماستر، هم من جامعات مختلفة بس مقدمين في جامعة الخرطوم. فالطالب بتاع الماستر ده ما شاء الله، انا تخيلت يعني الناس ما تكون عبرت لسه وما مشت، يعني خفت يكون شنو يكون في ما قادر يحصل لكم كوميونيكيشن مع المقررات القديمه، مع المناهج القديمه، مع كده. لكن الطلاب السودانيين دول والله ما شاء الله، الاندر جراديويت والبوست جراديويت، البوست جراديويت ما شاء الله، مسكت ناس ماستر كانت بحوث قيمه جدا مقارنه باني جيت من برا، ما شاء الله عليهم. يعني رغم الجائحه والظروف الصعبه الناس دي كانت كتبت كتابات جميله جدا. فوصلت لي الطالب بتاع الماستر، مهما كان البحث حقك انت حاول تطلع منه بيبرز، يعني انت ما دونت اندرستيميت يور سيلف، يعني قدم الورقه حقتك، والشغل اللي احنا بتاع المختبرات فيها براكتيكال حلو، انت قدم الشغل حقك وشوف بتقبل باذن الله، بس تكون في جيرنال حقيقيه، فدي بتكون لك بتختصر عليك كثير. احنا زمان نشرنا في الماستر لانه الدكاتره حقنا في جامعه السودان ساعدونا، لكن يعني بس حاول انشر، حاول محاوله ما اكثر، وان شاء الله ربنا بوفقه وبتكون لك بتفتح لك افاق جديده ان شاء الله. وشكرا على المحاضره القيمه ثاني دكتور ياسين، دكتور نادر. شكرا جزيلا دكتور عطاء. شكرا لك دكتور نادر، المفروض نحن ايوه السلام عليكم ورحمه الله. ايوه وعليكم السلام. نشكر الأخ دكتور ياسين، أخذنا من وقته الغالي، وهو مسافة الويك إند، يعني الأسبوع المضني اللي بيتلاحظه في اللاب من الصباح والمساء، أفتكر يعني عاجزين عن الشكر، وأديت الأمل والهوب والإنسبيريشن for our next generation. I think they can do a lot for they think you like a leadership that can help everyone to do like something like you. يعني فجزاك الله خير، وعايزين عن الشكر، ونتمنى منه حتى الكولابريشنز بتاعتك يستفيدوا منه الناس لقدام بإذن الله، ونشوفك زي ما بقولوا بلغة الحبوبات شاية وراية بإذن الله يوم ما. إن شاء الله جمعاً. شكراً جزيلاً نادر، شكراً لي تحت الفرصة، ونحن سعيدين جداً، يعني حقيقة أنا سعيد جداً بالفرصة دي، وبدعو الناس كلهم شاركوا معنا، والناس اللي شافونا برضو في الفيسبوك إنه ينضموا ياهو للمجموعة، و مثلا زي دكتورة منى، زي برضو دكتورة عفاف، دكتور بابكر، يعني كل الناس اللي عندهم تجارب ممكن برضو يعني يحكوا لنا عن تجاربهم في شكل بوستات، برضو لو عايزين يتكلموا ممكن نحن تو انفايت ذم، اعتقد انه ما في مشكله يا دكتور نادر. ان شاء الله باذن الله. دكتورة منى الليسي طبعا، ايوه منى الليسي هي متخصص سيتوجيني، وهي بروف مشارك في كليه المختبرات جامعه النيلين. ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. طيب هم بيطلبوا الرابط، نحن خلاص نقفل من برضو دكتور عفاف بإذن الله. طيب احنا شكله فقدنا دكتور نادر، شكرا جزيلا، نقفل.